اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور التالتة، وهي حلقه خاصه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. حلقه خاصه لانه زي ما حضراتكم شايفين اللبس ده اكيد انا ما بطلعش بيه على الهواء. حلقه خاصه لان احنا من الدوحه في قطر وعقب انتهاء قرعه كاس العالم. خليني احكي لكم الموضوع بالعكس، لان يمكن احنا ما طلعناش لحضراتكم على الهواء من بعد مباراه مصر والسنغال. احكي لكم الموضوع بالعكس عشان تعرفوا الانطباعات كانت عاملة ازاي، والناس كانت شايفة ازاي مشهد وصول مصر الى كأس العالم، كيف ان هذا المشهد كان مشهدا منتظرا في كل حتة. من اول ما رجلينا داست المطار في الدوحة في قطر والناس ما بتتمناش غير انه منتخب مصر يصعد الى كأس العالم، سمعتها من كل الناس، قطريين ومصريين وكل الجنسيات اللي حضراتكم ممكن تتخيلوها جنسيات عربية، لأنه الكل منتظر وجود منتخبنا الوطني. أنا وجودي في الدوحة الحقيقة كان بدعوة كريمة من لجنة المشاريع والإرث، اللجنة العليا للمشاريع والإرث قطر 2022، وهي المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم. من ساعة ما توصل تشعر مدى الاهتمام الكبير جدا جدا ببطولة كأس العالم. يمكن آخر مرة زرت فيها الدوحة كان من 10 أو 11 سنة. موضوع مختلف تماما، البلد كلها تستعد لكأس العالم. لك أن تتخيل كمية السيولة المرورية اللي معمولة من خلال مترو أنفاق وبنية تحتية، وزرت ملاعب كتير، حاجة الحقيقة معمولة على أعلى نظام وعلى أعلى جودة. وده اللي يحصرك أكتر، أنه مصر مش في كاس العالم اللي فين، في قطر اللي في دولة عربية اللي ما بينك وما بينها يا دوب 3 ساعات سفر وتبقى موجود. هو ده اللي يضايقك، هو ده اللي يزعلك. فمن اول يوم والناس تقول لك احنا مستنيين مصر في كاس العالم، والمصريين هنا عددهم لا يستهان به. انت بتتكلم الجالية المصرية هنا فيها 300 ألف. فعشان كده حتى كمان تيجي تتكلم مع حد من اللجنة العليا يقول لك مستنيين مصر عشان حجم الزخم الجماهيري، لأنه شافوا في البطولة العربية اللي كانت منظمة هنا في قطر بشكل كان رائع، فشافوا المصريين هنا كانوا عاملين ازاي، فقال لك طب احنا بقى عايزين ده في كأس العالم. وهي فرصة بصراحة، وهي كانت فرصة يعني. وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن على الإطلاق، ونخسر مباراة السنغال، واللي بالنسبة لي أنا هو سيناريو غريب. فكرة التعشيم ده أنا يعني لما تيجي تسألني كمشجع مصري أبقى أقول إيه، خلاص هي جايلنا المرة دي، المرة دي جايلنا. طب هي المرة دي جايلنا ليه؟ المرة دي جايلنا عشان خاطر الكرة بتاعت صلاح في ماتش الذهاب خبطت في العارضة وراحت جاية في ظهر الراجل ودخل جون. فالسيناريوهات اللي من النوعية دي بتقول لك إيه، أنا عايزاك، فخلاص أنا عايزاك. طب ابتدى الماتش 13 جون، طب الدنيا ظلمت، بس فضلت واقف برغم انه الاداء مش اعظم حاجه الا انك ما دخلش في الجول. واحده بقى يا جماعه، واحده عايزين واحده، جون واحد بس نخلص بيه الدنيا، صعدنا ونرفرف بالجناحات ومصر كلها تفرح. ما حصلش وما دخلش الهدف، فروحنا الى ضربات الترجيح. لا خلاص بقى، ضربات الترجيح احنا ما اديتنا ظهرها المره اللي فاتت، فالمره دي مش هتدينا بقى خلاص، المره دي لا بتاعتنا. فدخلنا مين بقى؟ دخلنا الكوماندا بتاعنا بطل العالم في ضربات الجزاء محمد صلاح وزيزو. ف مفيش توفيق، مفيش حظ، مفيش. الاسباب كتيرة اللي ما تخليناش نوصل كاس عالم، الاسباب كتيرة، اسباب فنية قبل اي حاجة، واسباب ليها علاقة بالتخطيط، واسباب كتيرة جدا جدا. بس خليني اقول لكم بصراحة عشان بس ابقى راجل امين في العرض، اذا احنا ناس عايزين نروح كاس العالم زي ما كل دول العالم بتروح رجلها في كاس العالم، احنا محتاجين نخطط، نشتغل بقى على التخطيط، اللي هو احنا محتاجين ايه الفترة الجاية، محتاجين المدير الفني اللي يبقى موجود، هل هو كارلوس كيروش ولا حد تاني؟ طب هنشوف. بس اهم حاجة السياسة اللي احنا هنمشي بيها. انهي سياسة؟ الراجل اعمل لنا خطة مع الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 سنين. احنا عندنا يمكن مجلس منتخب لسه جديد، هو اللي موجود وهو اللي عنده الدور للفترة اللي جاية ديت ان شاء الله باذن الله. طيب هنبتدي نحط سيستم وخطط، الناس يمكن ما يتحاسبوش خالص على الفترة ديت، لأنه كارلوس كيروش جه في الوقت اللي كان فيه المهندس أحمد مجاهد هو رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أو رئيس لجنة التطبيع كما يقال لها في وقتها، وبالتالي
هما الناس لسه جايين بقالهم اشهر قليله جدا جدا. طيب عليهم مسؤوليه، عليهم مسؤوليه كبيره، الناس عايزه منهم حاجات، عايزه منهم حاجات كتيره. طب ايه بقى الحاجات ديت عشان بس نبقى احنا امنا مع بعض؟ حاجات ليها علاقه بانك تطور منظومه الكوره، تبص من اول قطاعات الناشئين او من اول منتخبات الشباب ومنتخب الناشئين والمنتخب الاولمبي. ومش عيب، واقسم بالله ما عيب، دايما اقولها، ان احنا نغش من الناس بره. في بلجيكا بيعملوا ايه عشان خاطر يحسنوا من ادائهم، فعشان يبقى عندهم اجيال بتسلم بعض، فيبقوا دايما عندهم منتخب اول في ظهر منتخب تاني في ظهر منتخب تالت، فيبقوا رجليهم واخده في كاس العالم. ده الكلام اللي انا بشوفه منطقي، يعني الاداء الفني ده جزء، انا مش بقول لك لا، بس بشوف ان الاهم من الاداء الفني ان انا اطرحه كوجهات نظر وابتدي اتكلم فيه، هي كيفيه التخطيط علشان تبقى منتخبات مصر بتسلم بعضها في كاس عالم. مش معقول يا جماعه، انا اقسم بالله انا جاي من القرعه والله العظيم 3 متحصر هتجنن. كل ما اشوف العالم بتاع السنغال هتجنن، يعني انا شايف منتخب مصر مش شايف السنغال، هتجنن. لانه احنا كنا كمان في شفتوا القرعه عامله ازاي، شفتوا هتبقى مجموعه حلوه قوي، قطر ومصر وهولندا، الدنيا حلوه، مجموعه كويسه، واه نقدر. وبعدين عظمه منتخب مصر والتاريخ الكبير اللي في افريقيا، ما ينفعش تبقى حصلته كلها في الوصول الى كاس العالم 3 مرات، مره زمان ما كانش حد عايشها، ومرتين مره زلنا بيهم الكاب، مره زلنا بيها الكابتن مجدي عبد الغني، ومره 2018. فالفكره انك انا طمعان بقى في دي. فكل لما تشوف القرعه اقسم بالله الاستعدادات اللي بتعملها قطر، انفنتينو النهارده اتكلم في القرعه قال لك ده هيبقى افضل كاس عالم. هو فعلا هيبقى اعظم كاس عالم بيتعمل، لانه يمكن انا عشان انا بعيني هنا فشايف، فشفت الاستعدادات هنا معموله ازاي، شفت الناس واعتمادها على التكنولوجيا والتنظيم عامل ازاي. مفيش حاجه مفوتينها، مفيش تفصيله مش موجوده، مفيش اي حاجه. يعني انت هتركب ده، انت عارف، عايز اقول لك على حاجه، انت الثمان ملاعب كلهم اللي هتلعب عليهم كاس العالم ما فيهمش ملعب بعيد عن التاني، فانت لما تيجي مثلا هتيجي يوم هتشوف لك ماتشين ثلاثه، فهتخبط اخبط دماغي في الحيطه. يعني انا كنت هاجي اتفرج على مصر واخد لي ماتشين ثلاثه كمان جنبيهم والدنيا تبقى كويسه. قرب المسافه يعظم فكره ان انت تيجي كاس العالم، بغض النظر مصر دلوقتي مش موجوده، لان هي فرصه بالنسبه لك على فكره، لانه انت كاس العالم هيتعمل في اماكن بعيده، فكره الثلاث ساعات دي احسن لك بكتير ما تطخ مشوار بعيد، وهيبقى في ماتشات عندك، ماتشات ضرب نار وماتشات جامده، تقدر تيجي قطر وتتفرج على الماتشات. بس اللي بقول لك عليه انك طبعا كنت طمعان انه منتخب مصر يجي. طيب ماذا عن افكار منتخب مصر؟ يعني الاتحاد المصري لكره القدم بيفكر ازاي الفتره دي؟ احنا سمعنا يمكن كلام كتير جدا جدا عن مساله اعاده مباراه مصر والسنغال، وبرضو خليني اصدقكم القول، فكره انتظار ان اللقاء ده يتعاد انا ما بحبهاش. بس سالني تقول لي بحب ايه، وانا مش شايفها من باب ان انا راجل متشائم، بس انا هقول لك نقطتين. النقطة الأولانية عشان أنا بس مش عايز أقول كلام يزعل حد، يعني إحنا محتاجين كان لما يبقى فيه جمهور في ماتش الذهاب، جمهور كورة يعني يشجع 90، وده يمكن كنت بقوله دايما قبل، جمهور كورة يا جماعة، يعني مصر وصوت وكده، ضغط كبير على الفرق، ويستغلوا اللعيبة، خد بالك مش جمهور بس، وتستغلوا اللعيبة. وكنا محتاجين إن إحنا نحافظ على ده علشان خاطر الدنيا تبقى ماشية كويس. طب خلاص ماشي، قدر الله ما شاء فعل. طب هنعمل ايه بقى الفتره اللي جايه؟ هو ده اللي انا بقوله، انه فكره اعاده المباراه او نظره الناس اعاده المباراه بالسهوله ديت، لا، مش هي مش ماشيه كده. ومش بحث عن المبررات، لانه الجزء الثاني بقى من كلامي هو ده برضو اللي بشوفه مهم، انه انت ما تسيبش حقك، دور على حقك، دور على حقك بقى. ده انك تروح بقى للفيفا، انك تتكلم مع الناس، انك تعمل ملف، انك تقول لهم يا جماعه احنا عندنا الماتش فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ده حقك وانت مش بتدور غير على حقك. حقك ده يجي بقى بتوقيع عقوبات على السنغال، باستبعادهم مثلا من الماتشات اللي هتلعب على ارضهم، مثلا ما يلعبوش على ارضهم، يلعبوا بره، تاخد حقك مثلا ان هم ما بيلعبوش يلعبوا بدون جمهور، تاخد حقك بتوقيع عقوبات ماليه. انا عارف الناس بتقول لي طب احنا مالنا، بس القوانين بتقول لك كده. طيب حصل مثلا وده احتمال ضعيف، حصل واتعادت المباراه، يبقى بها ونعمه، يبقى احنا عملنا اقصى ما عندنا. بس اللي انا حاسه من خلال وجودي هنا في الدوحه ومن خلال لقاءاتي مع ناس كتير هنا، مسؤولين مختلفين، لانه الموضوع يا جماعه مش ماشي خالص في سكه انه المباراه هتتعاد. حقك هتروح تاخده بانك هتعرض الملف بتاعك زي ما هو موجود هنا النهارده،
وفد محترم جدا جدا برئاسة الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومعاه الحاج عامر حسين ومعاه كابتن حازم إمام، حضروا كونجرس الفيفا بالأمس وقدموا الملف المصري بالكامل للاتحاد الدولي لكرة القدم املا في الحصول على الحقوق. الحق انك تاخده حاجه، لكن احنا مش بنقول دي مبررات يا جماعه. مصر ما بتتلككش والاتحاد ما بيتلككش، واحنا مش المفروض ان احنا نبقى بنتلكك بسبب الهزيمه. وانا هقول لك على حاجه، فكره ضرب الليزر في عين اللعيبه غلط، فكره ايه القاء الازازات والكلام ده غلط، فكره الكلام ده كله غلط. بس معلش استحملوني والله في الكلام اللي هقوله، احنا بنلعب ماتش كاس عالم يا جماعه، ماتش كاس عالم، ماتش كاس عالم، يعني ما تتوقعش ان الناس اللي هتبقى طيبه جايبه شعرها على جنب. ماتش كاس عالم هيبقى فيه قوه وفيه حماس وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. طب زاد الامر عن الحد، اقف اقف انت كلاعب كره، اقف ارفض في حاجه في الملعب، يعني اعمل بقى مشهد يعني. فاتمنى اتمنى من الله ان احنا نتعلم من ده، واتمنى ان احنا عندنا استراتيجيات للفتره اللي جايه. تفاصيل كتير هنتناقش مع حضراتكم فيها بعد الفاصل، لان ضيف يضيف حضراتكم هو الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، متواجد هنا في الدوحة، حضر مراسم القرعة وكان قبل القرعة كمان متواجد مع على رأس الوفد المصري لتقديم الملف المصري للاتحاد الدولي لكرة القدم. نحكي كلام كتير جدا جدا هنتكلم فيه ونتناقش فيه خلال حلقة النهاردة في حوارنا المهم جدا مع الأستاذ جمال علام بعد الفاصل. خليكم معانا في جمهور الدولة. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم في جمهور التالتة بعد الفاصل. وزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم، ضيفي وضيف حضراتكم هو الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتواجد حاليا في الدوحة على رأس الوفد المصري لتقديم الشكوى الرسمية بسبب مباراة مصر والسنغال. استغلينا الفرصة الحقيقة، احنا موجودين في الدوحة والأستاذ جمال العلام موجود في الدوحة، فكان لازم ان احنا نتكلم ونشرح للناس الحقائق ونعرف ونعرف الناس بالضبط ايه اللي حصل خلال الكام ساعة اللي فاتت. فخلونا نرحب بالأستاذ جمال العلام. أستاذ جمال اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل. مساء الفل ابراهيم بيه، وكل سنة وانت طيب الاول، والشعب القطري اولا ثم الشعب المصري طبعا مناسبة شهر رمضان المعظم. إن شاء الله ربنا يعيده على الأمة الإسلامية كلها بخير وسلام إن شاء الله. يا رب اللهم أمين. كل سنة والناس كلها بخير، كل سنة وأهلنا في مصر بخير وسعادة، كل سنة والوطن العربي يا رب كله متجمع دايما يا رب، وفي ألف يا رب صحة وسلام وسلامة إن شاء الله بإذن الله. طيب خليني أبتدي مع حضرتك من النهاية، من الأحدث. كان ليه فكرة الخروج بالكامل من مصر لحضور كونجرس الفيفا وتقديم الملف؟ ليه لم يقدم الملف فقط بالإيميل والمراسلات والفاكسات وما شابه؟ إيه اللي خليكم تتحركوا الخطوة ديت؟ لا، هو أنا صحح بس معلومة، هو الاتحاد الدولي عمل الكونجرس بتاعه في الدوحة، وطبعا بيدعي كل اتحادات العالم كلها، كل اتحادات الأهلي، فمن ضمنهم موجه الدعوة للاتحاد المصري لكرة القدم، والكاف برضو موجه الدعوة للاتحاد المصري لكرة القدم. فدايما بيبقى فيه حضور لوفد مكون من 3 أفراد بيبقى موجودين في الكونجرس. كويس. رئيس الاتحاد ومعه 2 من الأعضاء. ده بس البداية. التواجد بتاعنا احنا في الملف، لا هو الملف احنا بعتناه من أول يوم واحنا كنا في السنغال، يعني من اول يوم واحنا في السنغال. طبعا احنا بعتنا كل الايميل في ساعتها، بعتنا الاحتجاج الرسمي على طول في ساعتها على كل الملابسات اللي حصلت كان معنا. كان محتوى الملف ده ايه؟ لا احنا بعتنا الملابسات اللي حصلت معنا، لكن طبعا المصريين يعني انا بشكرهم جدا، لان الشعب المصري واعي جدا، استغلوا حاجات كتيره جدا ظهرت في فيديوهات فمدونا بيها، واحنا برضو خدناها وبعتنا تاني ورا تاني يوم على طول تكملة للإيميل الأولاني وأرفقنا بيه في بعض الفيديوهات. تواجدنا هنا كان الهدف منه ان احنا شرحنا اللي بعتناه عشان يبقى في تحريك للملف بسرعة، يعني احنا عايزين تحريك الملف، عايزين اي عقوبة تطلع الأول
عشان يبقى عندنا خطوات ناخدها. خليني بس خدها مع حضرتك واحده واحده. ايه المرفقات اللي احنا قلناها او رفقنا بيها الشكوى بتاعتنا؟ هل بعتنا مثلا فيديوهات بتحكي وقائع معينه جوه الملعب، بره الملعب، حاجه ضد اللعيبه بتاعتنا، حاجه ضد الجهاز الفني، حاجه ضد يعني جوه الملف كان فيه ايه؟ خلينا اوضح لك، احنا بعتنا من بدايه البعثه وصولها، من بدايه وصول من كويس. اول ما وصلت المطار في السنغال، طبعا هم قيل لنا من السيده السفيره ان احنا كنا هننزل في مطار تاني، فتعدل المطار في اخر لحظه ونزلنا في مطار يبعد عن مكان الحجز بتاع الفندق 80 كيلو. فقلنا مش مشكله ونزلنا، لكن المعامله اللي تقابلنا فيها في المطار كانت مختلفه جدا. يعني احنا دايما من الاتحاد المصري لكره القدم سباق في تقديم المعونه لاي اتحاد، الضيافه الطيبه، او اي ضيف جاي للقاهره بيتم على طول ارسال من عندنا علاقات عامه، العلاقات العامه بتخلص كل الاجراءات يعني. ففوجئنا بيه ان كل واحد داخل في اللاعب، سواء لاعب او اداري او جهاز فني او البعثه الرحمه للاتحاد المصري لكره القدم بالكامل، كل واحد يقف في دوره ويبقى واخد دور. فقلنا تمام، اللي هو احنا بنقدركم، احنا هنوديكم مزاجكم مش كويس. قلنا مش مشكله برضو. يعني احنا هدفنا واحد، وما رضيناش نوتر اللعيبه، لان الهدف بتاعنا ان احنا في الاخر ان احنا نادي مباراه كويسه. وكنا يعني مع اللعيبه عندنا ثقه ان شاء الله ان كنا هنحقق نتيجه كويسه. فطلعنا من المطار لقينا في ناس مستنيانا قبل البعثه بشتيمه، وضع مش كويس خالص. طبعا لعيبتنا خلوها بصراحه سرعنا في الاجراءات على طول، يطلعوا على الاوتوبيس بتاعهم، واطمنيت على اخر الاوتوبيس ومشينا. محمد صلاح تحديدا تعرض لمضايقات كتير من الاول، ما نزلنا من الملعب، ويمكن قصدي من الطياره، من المطار، في المطار. ولو تفتكر ان في فيديو جاب لمصطفى محمد كلاعب مرافق جنب صلاح، وبيرد على الناس العاملين في المطار، يعني بيشتموا على صلاح وماني ومش صلاح ومش عارف ايه، وبيشتموا على صلاح، هو كان بيرد عليهم قال لهم صلاح صلاح صلاح. فالمهم لغايه ما طلعنا في ركب الاوتوبيس ورحنا المطار، 80 كيلو المشوار، رحنا الفندق ما نقدرش نقول فيه حاجه، لان الفندق احنا اللي حاجزينه، ماشي، فندق كويس جدا ونستقبلونا كويس وكل حاجه. رحنا التمرين تاني يوم، عايزين نروح تمرين، رحنا لقينا الملعب مليان امن موجود وناس ما نعرفهمش كلهم لابسين، طلبنا الخروج عشان يطلعوا من الملعب زي المعروف تعرف عليه ان لازم عشان بتأدي تمرينك بتبقى انت وحدك. صحفيين، كل الناس اللي قاعده ما فيش صحفيين، لازم كله يطلع بره. طلعنا الناس كلها الا الامن، قال لك لا احنا مش هطلع. طب مش هتطلع ليه؟ واحنا اساسا مش عارفين مين اللي متواجد في الملعب. يعني هم لابسين لبس بس احنا مش عارفين مين اللي متواجد. لا احنا مش عايزين الحراسه جوه الملعب، الحراسه خليك بره الملعب، عايز يفضل جوه الملعب، عايز يفضل في جوه الملعب. لغايه ما استدعينا المنسق الامني بتاع الكاف. المباراه، فجاء المنسق الامني قال دول هيعملوا حمايه، قلنا لهم لا احنا الحمايه يحمونا من بره مش حمايه من الداخل. قال لك خايفين الجماهير يخشوا، طب خلاص امنعوهم من بره، لكن تواجد حد ما فيش. فاخدنا في النقاش ده يمكن اكثر من نص ساعه. فدي برضو اثرت في التمرين، يعني اخذت وقت من التمرين. ماشي. المهم بعد ما خلصنا لقينا الجماهير برضه مستنيانا بره، شتيمه عادي، وطلعنا برضه رحنا الفندق. كل ده بالنسبه لنا عادي، يعني انت عايز تشتم خلاص عادي. لسه راح اقول لحضرتك بصراحه ان كل ده داخل في اجواء الشراسه. اللي مش احنا مش بنقول ان هو ده صح، بس داخل في اجواء الشراسه، لانه ده ماتش كاس عالم، فانا لازم هضغط عليك وهعمل كل حاجه عشان خاطر اخليك اخرجك بره التركيز. بقول لك كل ده بالنسبه لنا كان عادي، يعني ان احنا واخدينه خلاص، هما كده بيعملوا كده خلاص مش مشكله. دخلنا يوم المباراه محددين ان احنا هنطلع الساعه 2:30، ومبلغين 2:30 ان احنا عاملين حساب المسافه بين الفندق والاستاد 35 كيلو. ماشي. يعني بالظبط هناخدها بتاع نص ساعه بالكتير خالص كمان. فقلنا هنتحرك 2:30 هنوصل 3:30، مفيش مشكله يعني. ماشي. فطلعنا لقينا اتنين واخدينا اتنين موتوسيكل، تمام، طلعوا قدامنا، طريق غير مؤمن وغير فاضي، مزدحم لأبعد الحدود. خدنا المسافة من 2:30 لغاية 4 عشان نوصل الاستاد.
كل ده ضغط على اللعيبه. طبعا احنا رايحين نلعب الماتش بقى. يعني ساعه ونص جوه اوتوبيس، مش عايز اقول لك اللعيبه كان جوه ايه في جوه الاوتوبيس. ايه بقى كانوا ايه؟ يعني اللي كان حاسس ان ضغط عليه زياده عن اللزوم، يعني المسافه ما تاخدش 35 كيلو، يعني مش بعيده قوي، ما تاخدش يعني وقت. لان المسافه بين المطار وبين الفندق 80 كيلو، بين الفندق وبين الاستاد 35. فالمهم رحنا وصلنا الساعه 4، فوجئنا بعد كده ان الاوتوبيس المفروض يخش على الاستاد، لا بيلف حوالين الاستاد والجماهير كلها مليانه، بيحج هناك طبعا، بيطوف. يعني مش عايز اوصف لك، انت بتمشي وسط جماهير، وجماهير اللي بيطلع قدام الاوتوبيس واللي بيقف لك مش عارف ايه، يعني حاجه غريبه جدا. عطلوا الاوتوبيس لغايه ما دخلنا الجاد جوه، عرفنا برضو، عرفت جوه ان الجماهير كمان، هقول لك انا حاجه بالنسبه للجماهير، عرفنا الجماهير جوه اتحطوا في المكان، يمكن كان متحدد ليهم مكان اول كده غير المكان اللي اتحطوا فيه الفتره اللي انت شفتها. ماشي. كانوا مختارين مكان، المكان ده حتى لو كاميرات مش هتشوفها خلاص، ولا هتبقى موجهه عليهم. فانا طلبت المكان ده، بس مش هو ده، المفروض يعني شويه جنب المقصوره. ماشي. لان احنا هنا اديناهم درجه اولى، يعني عشان برضه اوصف لك الحل، هم لما جو عايزين ياخدوا التذاكر احنا فضينا مدرج بحاله ان هو ليهم درجه اولى. فلما جه قالوا لهم التذاكر ب 600 جنيه. فوليد اتصل بيا قال لي دول بيقولوا ان هم ما معاهمش غير 100 جنيه يدفعوها بس في التذكره. فقلت له خلاص اعمل معاهم اجريمنت او اتفاق بينك وبينهم. جنتلمان، انا هستضيفك بالشكل الفلاني، انا هستضيفك هنا، هتاخد، قال له هاخد 500 بس. قلت له خلاص ادي له ال 500 من ابو درجه اولى، من درجه اولى. مضيه واديه 500 واحنا نديه يدونا هناك ال 500، ده اللي اتفقنا بتاعنا. ما هم ما عملوش كده هناك، شفتش الكلام ده؟ لا هو ادوا ال 500 بس ال 500 في المكان اللي انت شفته اللي هو درجه ثالثه. درجه ثالثه هو قالوا احنا تذاكرنا كلها موحده، بس انت شفت المطرفين ازاي وشوف المكان بتاع السنغال اللي احنا كان عامل في مصر ازاي مختلف ازاي. بس انا شلتهم المكان اللي هو كان هيبقى مخفي للمكان اللي هو قدام الكاميرات، وشافوا الناس كلها شافت اللي حصل مع الجماهير. طبعا الجماهير اتمنعوا في الاول، ولقيت السيده السفيره بتتصل بيا بتقول لي ده قبل ما نروح جماهير مش عارفه تخش ومش عارفين يدخلوهم البوابه اللي انت حددتها ومش عارفين نعمل ايه. قلت لها طب دوري على المنسق بتاع الامن المباراه، منسق الامن المباراه، وشوف هو هيدخلك من البوابه، لان ده خلاص اتفقت معاه من اليوم اللي قبله. بس كل ده يا استاذ جمال برضو في اطار المضايقات، يعني داخل تحت بند ايه؟ احنا هنضايقك، هنعكر مزاجك، واحنا واخدين على كده. ما عادي. عادي. لما يبقى كل شيء عادي ماشي، لكن اتوبيس الجماهير يتحدف عليه ازايز وطوب ويتكسر، ده مش عادي. الجمهور طبعا ده مش عادي، ده مش عادي. ولما يوصلوا هناك مش عارفين يدخلوهم ووقفوهم بره، مش عادي. ولما يخشوا يتحدف عليهم ازاز ميه ومن فوق ومن فوقيهم، ويتعور منهم من الجماهير واحد ويتشال بالنقاله وتخش عربيه الاسعاف بتاعتهم ويطلع على مستشفى عشان يتعالج، ده مش عادي. تمام. ده بالنسبه للجمهور. لما شفنا بقى في اللعيبه، بمجرد نزول صلاح مع اللعيبه والشتيمه اشتغلت في المدرجات. ماشي. بدات الالعاب الناريه اشتغلت، الليزر اشتغل، واحد ماسك مايك شغال بيه طول الوقت. كل اللي انا بقوله لك ده ممنوع في لائحه الانضباط بتاعه الاتحاد. انا شايف اللائحه كلها، شايف لائحه الممنوعات كلها اللي اتبعتت لنا من الكاف، اللي هي اصلا الممنوعات دي اللي هي تسري على القاره كلها، الالعاب الناريه والليزر والميه والمقذوفه، اي نوع من انواع المقذوفه، كل الحاجات دي ممنوعه، كله ممنوع. لعبنا المباراه، احنا مش هنتكلم على طيب معلش خليني اسالك سؤال، يعني اللي قاعد بيتفرج علينا دلوقتي هيساله، هيقول طيب ما هو احنا رايحين ببعثه ورايحين بالمسؤولين بتوعنا، ليه حضراتكم كاتحاد كوره ما جيتوش قلتوا جيبوا المراقب بتاع الكاف سجل، احنا معترضين مش عايزين نلعب، لانه الممنوعات دي موجوده، هي موجود، انت شايف المقذوفات، موجود الكذا، موجود الكذا، موجود الكذا، واحنا في حاله مش مضايقات، ده في حاله دلوقتي تجاوز وتجاوز للائحه اللي انتوا حاطينها، واحنا التزمنا كمصريين بيها هنا وعملنا مصريين في ماتش الذهاب، ليه ما عملناش الخطوه ديت؟ ولا انتوا كنتوا خايفين انه تاثروا على الاجواء؟ يعني
برضو خلينا اسالك السؤال ده يعني. طب انا هقول لحضرتك حاجه فضل. لما النهارده نيجي كبعثه مصريه موجود فيها اعضاء مجلس اداره ويطلعوا فوق لغايه المقصوره الفي في اي بي زي ما هم احنا اديناهم في في اي بي ويتمنع مجلس اداره يقول لك لا انت ليك ثلاثه بس ده احنا طبعا والاعضاء بتوع اللي رايحين معاي قعدوا على البنش جنب اللعيبه تحدد لهم بنش وده برضو مرفوض يا خبر يعني كل الاجراءات دي مرفوضه وكل ده كتبناه وثبتناه ماشي لما العلاب الناريه والليزر اشتغل بمجرد ما الحكم صفر بدات الالعاب وبدات واتلعب الماتش التحامل بتاعهم على اللعيبه اثر معانا في تغييرين ورا بعض تغييرين اضطرارين للعيبه انت محتاجهم وفي نفس الوقت انت عندك عجز في اماكن لعيبه كتير ويا دوبك انت خدت اتنين مكان اتنين بس خرجوا اصابات يعني ما هي اصابات من نتيجه العنف يعني ولا العنف اللعيبه العنف اللعيبه ودرجه كمان ان الحكم يمكن احنا مش هنتكلم على الحكام بس الحكم لا صدمنا لا مصطفى غربله مصطفى غربله يا استاذ جمال من الحكام اللي انا كنت الحقيقه دايما بتكلم عنهم كويس جدا صدمنا في الماتش ده الحقيقه لانه ما كان دون المستوى يعني خالص مش ده مصطفى غربال احنا مهزوز وثقته بنفسه مش احسن حاجه ده كان الراجل ده انا اتبسطت ان هو هيبقى هو حكم مباراه مصر لا ده في كمان ان كان في انذار هيطلع تاني انذار طبعا. تاني وقف وساعتها وشال بعد كده بعد ما عطيده طلع رجعها تاني واحده في ماتش الذهاب وواحده في ماتش كل ده برضو احنا قلنا ما فيش مشكله لكن تيجي في ضربات الجزاء في الاخر وعندك حارس مرمى ما يتشافش الكوره ما يشوفش الكوره مجرد مسلط عليه الليزر واللي هيشوت من عندنا ما يشوفش برضو كوره مسلط عليه الليزر انت قلت في مقدمتك ان كان مفروض يبقى فيه ثقافه لاعبين ان هم ما يلعبش ما هو لو ما لعبش يعني ما هو الحكم شايف والحكم عارف ما يقول للحكم اقول له انا الحكم اكيد قال انا مش شايف انا مش انا متضرر انا مش هلعب اكيد قال له بس هو حط ايه في تقريره ما حطش حاجه ما اعرفش المراقب نفسه حط ايه في تقريره برضو ما نعرفش تمام فاحنا بمجرد ما طلعنا من الاستاد وما ادراك خروجنا من الاستاد يعني انا بالظبط العربيات اللي كنا واخدينها اربع ساعات واحنا قاعدين في جنب الاستاد عشان نوصل للفندق يعني اربع ساعات احنا قاعدين بره كل العربيات عدتنا واحنا واقفين الكل اقول لك ايه في الاخر ان احنا بنأمنكم طلعنا برضو لقينا الجماهير زي ما هي موجوده تمام ف يعني انا بقول لك كانت اجواء صعبه جدا اللعيبة كانت يعني بتلعب في جو مش هو جو رعب انت بتقول اسحب الفرقة وامشي لا احنا بنلعب في افريقيا وفي نفس الوقت ما تقدرش تقول لفرقة يلا عشان امثل ضغط يعني عشان امثل ضغط او بمعنى اصح امثل ضغط على الحكم وانا مش هنسحب بس امثل ضغط على الحكم ان انا متضرر من اللقاء ده من الناحية الجسدية وانا لعبتي مش شايفة انا لعيب بتاعي مش عارف طب هو تفتكر ان حضرتك ما حصلش من المدير الفني او المدير الكورة حصل ان هو بلغه الحكم وانت شفت حكم مدرب المدير الفني بتاع السنغال وصل لغاية كروش كان بتاع كروش يعني لا كان في ضغط من جميع النواحي واستفزازات طيب خليني اسال حضرتك بنسبه قد ايه الاول بس احنا الملف اللي احنا قدمناه لما حضرتك بقى جيت هنا الدوحه وقعدت مع المسؤولين هل اتكلمت معاهم اتكلمت مع جاني انفنتينو اتكلمت مع الاتحاد الدولي واتكلمت مع الاتحاد الافريقي والنهارده في الاجتماع بتاع الاتحاد الافريقي اثرت الموضوع ده كله وخصوصا كمان هم بيتكلموا على ان يبقى في سلام في كرة القدم طيب. وفي فير بلاي في كرة القدم واحنا ما شفناش الفير بلاي اساسا في كرة القدم فلما اتكلمت ان برضو النهارده في الكاف هو طبعا يعني قال لك الملف كله هيبقى في الفيفا مش عنده هو مش بتاع الكاف هو بتاع الفيفا مش عنده هو تمام بس لا انا بلعب في الكاف يعني انا بلعب مسابقتي في الكاف يعني الكاف مفروض هو المساند لو شاف في حاجه غلط هو مساند ماشي فالنهارده حتى لما طلعت وقلت الكلمتين دول ورئيس الكاف نفسه قال احنا هنحقق في الموضوع لان ما ينفعش فرقه توصل الاستاد وتاخد اربع ساعات وتلف كمان حوالين الملعب ده يعني يعني اعترف منهم هم او من رئيس الكاف وانا بحترمه وبقدره ان هو قال الكلام ده قدام اعضاء الكاف كلهم رؤساء الاتحادات بتاعت الكاف
قال الكلام ده كله. وسائل التحديات الاهليه اللي تابعه للكافيليه تحت المظله. كل قال الكلام ده كله ووضحه قدامهم يعني. ماشي. وقال الكلام ده كله لازم نشوفه. فوجئت بان رئيس الاتحاد السنغالي بيقول ما احنا تعرضنا لحاجات وكنا عايزين نكتب، قالوا لنا لا ما تكتبوش. ده هنكذب بقى يعني. ما انا ما رضيتش ارد عليه. هنكذب بقى وشغل عيال بقى يعني اللي هو يلا نفتري بقى وخلاص. انا ما رضيتش ارد عليه لاني انت يعني مش عايز اقول لك، انت انا في الاستاد وانا قاعد في الفي اي بي تمام، وقاعد جنب رئيس الاتحاد وجنبي وزير، قالوا لنا وزير الشباب ساعتها جنبي من السنغالي وقاعد جنبي، جاني المسؤولين عندي في الاتحاد قالوا ان في 25 واحد في البعثه بتاعه الاتحاد السنغالي لازم يخشوا الفي في اي بي، اتفتحت لهم القاعة اللي هي الازاز في الاستاد وقعدوا هم فوق هناك. مفيش دلع اكتر من احنا ما تعملناش بكده. طيب لما النهارده عشان اخد من حضرتك برضو الخبر والعنوان، لما النهارده اتكلمت مع الناس في الاتحاد الافريقي وعلى راسه متسيبي الرئيس الاتحاد الافريقي، هل شعرت بانه سيكون هناك اهتمام بالملف المصري؟ النهارده القرعه اتعملت والسنغال دخلت في النبي، رايك ايه في المجموعه اللوز اللي لا طبعا مجموعه حلوه طبعا. لا احنا عندنا اولاد حلوين جدا يعني، المنتخب كويس جدا. بس انا اللي عايز اقوله لك ان هم لما قالوا مع الفيفا الموضوع، قلت لهم انا اساسا انا جاي النهارده الضغط مش عشان اقدم ملف، انا جاي النهارده عشان الملف نفسه يتحول للفيفا لجنه الانضباط. طيب. ايا كان القرار احنا عايزين، ايا كان القرار ماشي، عشان ناخد الخطوات اللي بعديها التصاعديه. طيب. يعني احنا عايزين إيه قرار. قالوا ايه بقى؟ برضه فوجئت برضه برئيس السنغال بيقول لي احنا استدعونا واحنا جاوبنا على كله بقى. انا ما اعرفش هل فعلا استدعوهم ولا لا. كلام بجد؟ اه والله ما اعرفش، بس هو لما كان معانا النهارده بيقول لي احنا استدعونا واحنا قلنا استدعوهم في لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي. والاتحاد الدولي ده استدعوهم هناك، انا مش عارف يعني. القصه كلها احنا عايزين هدف واحد بس. طب ان احنا نطلع الاول. حاسس انه الاول، بس خليني اسالك، هل حاسس ان هم هيبقوا مهتمين بالملف ولا هم لا؟ الفيفا هيهتم بالملف ولا الفيفا بالنسبه له انا شكوتك وهبقى ابص فيها؟ لا بس بعد ما خلاص، ما انا عايز منه اجراء بس، انا عايز منه يطلع لي بس من لجنه الانضباط ايا كان اي قرار يطلع، لاني انا في محكمه دوليه هلجا لها، لان احنا عندنا مباريات كتيره جدا، وخصوصا ان احنا اتظلمنا قبل كده في ماتش بتاع زيمبابوي وحصل فيه نفس الموضوع. تمام. يعني انت هتصعد بعد كده طبعاً كمان؟ هصعد. لا مش مصعد مكمل. لا مش بص يعني حق مصر مش هنسيبه زي ما احنا قلنا. هم واللي مدينا امل اكتر كتير كده طبعا. انت خليتني بس ما شكرتش الدوله اللي احنا قاعدين فيها الاول. اتفضل. لا اتفضل. نشكرهم فعلا على التنظيم والاستقبال، لان فعلا بلد اشقاء فعلا قطر، والمعامله من شعب قطر جميل جدا. اروع ما يمكن. الحقيقه كانت مفاجاه حلوه للناس كلها، انه شريهان المصريه هي اللي بتبتدي حفل يعني القرعه، وحاجه بالظبط. وهم يعني وهم كمان متفاهمين الملف، ويمكن هم من زي ما انت قلت من اول لحظه قابلونا فيهم ان ازاي مصر مش موجوده في كاس العالم، وربنا فعلا يوفقكم في الملف ويحصل. اللي مخلينا عندنا امل ان احنا ممكن نصعد الملف لابعد الحدود والاقصى درجه حاجه واحده بس. إيه؟ ان انت لسه كاس العالم هيتلعب في شهر 6. صحيح. في شهر 11. وعند قصدي شهر 6 لسه عندك فيه تصفيات موجوده في 8 شهور الأندية. في 8 شهور لسه قدام. لا في شهر 6 لسه في تصفيات في بقيه الملاحق تكمل في بقيه الملاحق تكمل المجموعات اللي هي بتاعه كاس العالم. فدي مدينا فرصه جدا ان احنا هنتحرك بسرعه، وحتى لو ما عملوش قرار في الفتره دي هنضغط تاني وهنبعت الاتحاد الدولي، وما عنديش مشكله ان انا ابعت حد من هنا عندي لسويسرا، لان لازم فعلا الملف لازم نحركه باسرع ما يمكن. وانا بقول لك انا عايز قرار. القرار يقولوا لنا انت ليك حق مالكش حق، بس عايزين قرار، لان دي درجات تقاضي لازم تمشي فيها. تمشي الاول بلجنه الانضباط، في لجنه مسابقات مفروض تعرض عليها تقرير حكم وتقرير المراقب وتقرير المنسق الامني، مفروض بيطلع منهم قرار. والشكوى بتاعتنا احنا بتروح لجنه الانضباط بيطلع منها قرار، او تطلع او يخش لجنه المسابقات ممكن يعني الاسرع. فاحنا مستنيين القرار بس عشان يطلع قرار، بعد كده بنصعد اللي احنا عايزينه. الهدف مش ان احنا
احنا ما بنبررش مش فكره مبررات للمباراه لان احنا لو بنتكلم على امور فنيه معلش ما تزعلش مني استاذ جمال جون كنا خلصنا القصه في مصر هنا يعني في الامور الفنيه بصراحه احنا كنا نخلص وبعد ما تيجي تحلل الماتشين يا استاذ جمال تحس ان انت كنت قريب يعني السنغال برضو مش الفرقه اللي كسبناك مثلا 3 4 ده بطلوع الروح في النهائي بتاع افريقيا بضربات ترجيح وانت جاي لهم بعد 4 ماتشات وبرضو ماتش العوده نفس القصه يعني برضو كسبانك جون في اول المباراه مش هقول لك يا قريب ان فعلا اللاعبين والجهاز الفني سوري رايحين واثقين 100% ان احسن نتيجه هيعملوها في السنغال وهو يعني لما تيجي برضو ناحية التحليل الفني هتلاقي منتخبنا لعب هناك أحسن ما لعب من هنا يعني لعب هناك في أوقات كده أدى فيها أحسن من المباراة يعني إحنا الماتشين كان عندنا أحسن من كده اللعيبة بتاعتنا دي أنا حقيقة عارف إنهم ما قصروش يعني أنا أجزم إنهم ما قصروش بس ما علينا خلينا نعدي النقطة الفنية ديت عشان بس خلينا نعدي النقطة الفنية دي بس خليني أتكلم في النقطة تانية أرجع للجزئية دي إذن إحنا مكملين في درجات التقاضي إلى أعلى درجة إن شاء الله بإذن الله وأنتم كاتحاد كورة مكملين في الجزئية لغاية ما نيأس إن شاء الله بإذن الله وإحنا مش هنيأس إن شاء الله بإذن الله أستاذ حياكم نروح لفصل وبعد الفصل نرجع نكمل الكلام ورجعنا حضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في جمهور التالتة وحوارنا المهم جدا مع الأستاذ جمال علام حقيقة عجبني في الأستاذ جمال علام أنه بيحكي المواضيع كلها بصراحة وبوضوح بيقول لك على اللي حصل من الأول لحد هنا اللي بتمنى إن شاء الله بإذن الله زي برضو مرة تانية وتالتة نكمل دايما في حقوقنا احنا دايما كنا بنبقى زعلانين إن احنا بندورش على حقوقنا وبرضو تاني أنا ما بدورش على حق عشان أنا ببرر حاجة أنا بدور على حقي لأنه ده الطبيعي إن أنا أسعى ورا حقي طالما إنه حصل تجاوزات الكل شافها. طيب بعد المباراة مباشرة كارلوس كيروش أعلن استقالته كيف استقبلتم استقالة كارلوس كيروش؟ لا هو ما أعلنش استقالة شكر اللعيبة بشكل كما لو أنه بيقول لهم خلاص أنا خلص زي ما برضو فسر كلام صلاح لما قالوا وصل أيوة اللعيبة كويس إن هو قال إنه خلاص مش هيلعب أو هيعتزل دولي الكلام ده يعني مش هو المفهوم فيه هو أولا حتى بتاعت الكابتن صلاح كان بيتكلم مع لعيبه لاني فعلا بيقول ان انا لعبت مع لعيبه رجال انا بص انا عصرت المنتخب
من بعد ما رحت هناك وخصوصا لما كان بيجي الكابتن صلاح. كابتن محمد صلاح قائد بمعنى كلمة قائد. يعني حتى لما احنا رايحين الملعب الساعة 2:15 بالظبط كان مجتمع مع اللعيبة بتاعته قبل ما يركبوا الأوتوبيس الساعة 2:30. فالتجمع والتناغم اللي بينهم كلعيبة مع بعض وهو عارف ازاي يعني يدخل اللاعب الصغير مع اللاعب الكبير. لا هو محمد كمان كشخصية اختلف. يعني هو الاول كنا دايما بنقول محمد لازم يتكلم مع الناس حتى لو ما كانش شايل شاره الكابتنه لانه محمد في حته احنا ما وصلنا لهاش. يعني احنا محمد ربنا رب يبارك فيه ويحفظه يا رب ويحميه في ليفل 1 واحد من ثلاثة افضل ثلاثة في في العالم. لكن اللي اتغير الحقيقه واللي الناس كلها بقت شايفاه هو انه بقى بيتكلم مع اللعيبه وعنده دور تحفيزي وعنده دور في القياده مع الفرقه ويعني الامور دي كلها. حتى كمان تلاقيه في الملعب بيوجه اللعيبه ودي ادوار كلها كنا بنفتقدها الحقيقه. فمحمد وصل الى درجه نضج وشراسه في قياده الفرقه كويسه جدا جدا. انت حضرتك شايف انه وكلهم بيحبوه حضرتك شايف انه الكلام ده مش مرتبط بالاعتزال الدولي؟ لا انا لان هو لو قال اعتزال كان هقول على طول. بس ممكن يكون هو مستبعد المده ان هو كان امل انه يخش كاس العالم. صحيح. واستبعد المده بعد 4 سنين يعني تبقى بالنسبه له كبيره وفتره طويله. لكن لا انا حتى رديت عليه في ساعتها على طول قلت له صلاح انت كابتن الفرقه. حضرتك فعلا الفرقه على طول نفس الكلام. بالنسبه لكروش طبعا هو ما كانش يعرف قرار هيحصل ايه سواء الاتحاد او هو ده طبيعي ان اي مهمته انتهت. اي مدير فني بيحس ان هو خلاص يعني ما وصلش الهدف معاه فدايما بيشكر اللعيبه وبيقول ان انا خلاص اديت مهمتي. ويمكن هو كان يعني عنده ثقه كبيرة جدا انه هيوصل لكأس العالم. كان عنده ثقة. وقال لك انا وصلت 4 مرات قبل كده ودي الخامسة ان شاء الله. فكان عنده ثقة كبيرة جدا انه يصل. حتى ما سمعناش تصريحات كروس مع الاعلام ولا كلام زي كده ولا قال انا ظلمت ولا ما ظلمتش لان ساب الاتحاد المصري هو اللي يتصرف في الكلام ده. ويمكن انا اخر كلمه قلتها له انا في المطار حتى الناس فكروا ان قال لك اجتمعوا عشان ياخدوا قرار الكروش. تمام. القرارات ما تنفعش بالطريقه دي. يعني ما ينفعش في قرار تتاخد انت مجرد خرجت تقول للمدير الفني خلاص مع السلامه وجهاز والفرقه خلاص السراحي. لا في حاجات لازم تاخدها بتأني. يعني ان احنا لسه كمان احنا ماشيين في درجات تقاضي. يعني لو ربنا كرمنا يعني انا عندنا امل لان حصل قبل كده. اقسم بالله اذبح عاجل. اقسم بالله على الهواء اذبح عاجل لو ماتش يتعاد وصعدنا كاس عالم ما يتعادش ونتقلب يتعاد ونصعد يعني بس عشان يبقى ايه الموضوع كله كامل. طب ما انا عايز اقول لك حاجه احنا عندنا امل لسبب واحد. لان احنا مش عايز يتكال عندنا احنا بمكيالين. احنا لما كنا بنلعب مع زيمبابوي وحصل ضرب الفرد من الجماهير ايه اللي حصل؟ عدنا الماتش بتاعهم في ليون في فرنسا. ايوه احنا ممكن نلعب السنغال في اي مكان. الفرقه عندنا انا بقول لك معانا رجاله في الملعب رجاله. طيب عشان كده حضرتك شايف من وجهه نظرك انه هناك حاله تاني فيما يتعلق بملف كيروش كله على بعضه. بالظبط. حتى انا قلت له اخر مره انا وجاي لان احنا ما تقابلناش غير في المطار. من المطار على طول رحت يا دوب خدت غيرت ولبسي خدت وطلعت تاني على المطار عشان اجي قطر. فالكلمه الوحيده اللي قلتها له قلت له يعني حاول انك انت ما تصرحش حاجه دلوقتي في الميديا وما تطلعش بعد ما كتب على تويتر وكتب. قلت له ما تتكلمش من فضلك ما تتكلمش لغايه ما انا اجي نقعد مع بعض ان شاء الله. كويس. ونشوف يا اما هننهي التعاقد بود مع بعض يا اما نشوف وجهه النظر ايه اللي هتبقى. طيب الكابتن وائل جمعه اعلن استقالته رسميا من الجهاز. هو كلمني بصراحه قبل ما يعلن. هو قال لي انا أديت المهمة وكان هدفي إن أنا أصل كأس العالم ومش حاضر خلاص أكمل خلاص بالنسبة لي كده انتهى. أنا بقول له برضو يا كابتن وائل أنت أديت مهمتك لكن إن شاء الله إحنا عندنا أمل هنوصل كأس العالم إن شاء الله وخلاص. طيب هل ممكن يحصل تغييرات على الجهاز المعاون لكارلوس كيروش في حال بقاء الراجل؟ هل ممكن يعني في اسماء بعينها تكمل في اسماء بعينها تمشي ولا برضو الملف ده انتوا لسه تقلانين عليه؟ الملف ده لسه احنا هنقعد كمجلس اداره. انا مش يعني مش عايز الواحد يقول قرار على طول قرار فردي
ولا قرار مستعجل. احنا هتفكروا على الترابيزه، هنقعد نفكر ونشوف المفيد ليه للمنتخب واللي في صالح المنتخب ايه هنعمله، ما انا ما عنديش مشكله. طب خليني اذا سمحت لي اسال حضرتك سؤال، ويمكن احنا في الفتره ديت الناس في حاله صدمه، في تعرف حاله الصدمه دايما بيعقبها غضب شديد جدا جدا على الكل، الناس غضبانه من اللعيبه ومن المنتخب ومن الحكم ومن الجمهور ومن الاعلام ومننا يعني ومن اتحاد الكوره ومن الناس كلها، في حاله غضب. انت عارف جمهور الكوره عاطفي بطبيعه الحال فغضبان من الناس كلها. في حاله الصدمه اللي الناس فيها دي، ايه الرساله اللي الاستاذ جمال علام ممكن يقولها لهم، او بمعنى اصح ايه البدايه الصح اللي احنا ممكن نبتديها معاكم كاتحاد كوره وانتم الاب الشرعي للكوره في مصر؟ يعني انتم اللي بتخططوا للكوره في مصر. طيب تمام. الرساله الاولا انا اوجهها للجماهير. انا عندي نوعين من الجماهير. في جماهير اللعيبه خاصه بالمنتخبات والمنتخب بالذات، وفي جماهير برضو خاصه بتشجيع لاعبين او على السوشيال ميديا فقط. اللي على السوشيال ميديا فقط ده ما بيشوفش غير النقد فقط. وانا بقول له ان اي حاجه هتتكتب مش في صالح المنتخب ممكن تتاخد علينا احنا في دفاع لاي حد بره. فلازم نبقى ايجابيين. يعني ما ينفعش الصحف العالميه كلها والمواقع العالميه كلها بتتكلم على ان مصر ظلمت، واحنا نقعد هنا نقول لو لعب فلان كان احسن من فلان، فلان كان اختياره خطا وفلان كان لا. الاختيار خطا او صح او كلام زي كده ده عندنا احنا، او قناعه شخصيه معانا احنا كجمهور مصري داخلي. لكن مش عايز اوصل المعلومه ان احنا خسرنا بايدينا مش بفعل فاعل. احنا النهارده بنتكلم ان احنا خسرنا بفعل فاعل، وفعلا الحقيقه اللي حصلت ان احنا خسرنا بفعل فاعل. تمام. مؤثرات كتيره جدا على اللعيبه، ضغط كتير على اللعيبه. يمكن الماتش الوحيد اللي انت شفتي فيه كروش اهدى من اي ماتش قبله. صحيح. تمام. رغم الضغوطات اللي اتحطت عليه، يعني هو شاف الرهبه اللي موجوده. تمام. صحيح. طيب امتى استاذ جمال امتى طب اتفضل كمل. بس الاعلام اللي المفروض يبقى مساند حاليا للمنتخب في الملف. يعني يبقى نصعد الاعلام للملف، مش نصعد الاعلام في تحليل. انا دلوقتي يعني كرئيس من حق الاعلام كله يحلل، ومن حق الناس كلها تحلل، ومن حق الناس تقول المدير الفني كويس ولا وحش، ومن حق الناس تقول الاتحاد كويس ولا وحش. بس لازم كلنا ورا الملف المصري، بس لازم كله ورا الملف نعلي التون عشان يوصل للملف. لكن النهارده احنا قاعدين بنحلل مع بعضنا. انا شايف ما شفتش يعني الملف عالي داخل مصر سواء من الاعلام او من السوشيال ميديا. انا بقول لك كل الملفات اللي جاتنا من بره جات لنا تصوير كله من الخارج. يعني حتى استندنا عليه استندنا على اعلام الخارج، اعلام اوروبي يعني اعلام اوروبي اتكتب اتكتب حاجات كتيره جدا خدناها كلها. دي قيمه صلاح، يعني قيمه ان محمد صلاح هو اللي كان بيلعب ضربه الجزاء، وانه اللي اتعرض له هو اللي خلى الناس كلها تاخد بالنا دي عشان خاطر محمد طبعا صلاح. فانا بقول للناس يعني ايه، احنا واخدين اتجاهنا. ماتش اتلعب املنا احنا قبل اي اصغر جمهور، اصغر مشجع لمصر. تمام. احنا بنحترمه وانا بقدره، وفعلا انا محتاج اصغر مشجع في مصر في كل الماتشات اللي جايه واللي هتحصل تاني، واحنا خصوصا داخلين على امم افريقيا كمان قريب جدا ان شاء الله. فهتلاقي احنا محتاجين الناس ومحتاجين الجماهير، بس لازم الملف ده ما نسيبوش احنا، حتى لو احنا زي ما انت بتقول العمل ضعيف، بس ما ينفعش ان احنا نقول العمل ضعيف واحنا عايزين نقول العمل ضعيف. لا، احنا بنقاتل على الملف بتاعنا لغايه ما نوصل لاعلى درجه، وان شاء الله يكون فيها نتعامل بالمثل زي اللي اتعمل فينا قبل كده. الجزء الثاني من سؤالي هو بيخص قطاع كبير جدا من الناس اللي بتتفرج علينا. دايما الناس اول لما تحصل مشكله بيدوروا على الاسباب القريبه ليها. انا من وجهه نظري شايف ان الموضوع ابعد من كده بكتير. الموضوع له علاقه بالتخطيط، ازاي انا اخطط. وحضرتك رئيس الاتحاد المصري لكره القدم ومستمر معانا من 4 سنين، لانه لسه حضرتك جاي بالانتخابات. ازاي هنخطط لكره القدم المصريه يا فندم بحيث ان احنا يبقى عندنا كل 4 سنين منتخب موجود في كاس العالم، مش بينافس على افريقيا، لا هو موجود في كاس العالم. ازاي هقدر اعمل توالي للاجيال ما بين الناشئين للشباب للاولمبي لكذا؟ ولا يخفى على احد احنا
بلد كبيرة جدا وفيها مواهب كتيرة جدا جدا، طب احنا ازاي هيبقى في وقت من الاوقات بدون ذكر مراكز احنا حاسين انه فيها ضعف غصب عننا، بس ده المنتج اللي موجود غصب عننا. طيب ما دور الاتحاد في تعظيم الموارد بتاعتنا من لاعبات من لاعبين ومن كوادر، بحيث ان احنا يا استاذ جمال نبص لنا نفسنا كل اربع سنين مصر بذمتك ما هوش زعلان النهارده في القرعه وانت شايف؟ طبعا انا متاثر، انا ما كنتش يعني بس انا عارف ان انت مش عايز تطلع معايا، انا عارف ان انت اصلا مش عايز تطلع معايا النهارده بسبب ان انت كنت متضايق يعني. طبعا احتراما لاسم مصر ما اقدرش اقول ان انا مش موجود، لكن انا بصراحه يعني انا موجود في القرعه ومش موجود، يعني انا حاسس ان احنا لا احنا حق ان احنا نكون موجودين فيها، لكن خلاص انا مكملين وضع لازم اكمل فمكملين. طيب كيف نخطط لكره القدم؟ بص ابراهيم، احنا يمكن بدانا في لما انا كلفت الكابتن عامر حسين وكلفت الكابتن بركات وكلفت الكابتن حازم وبعض اعضاء مجلس الاداره بملفات معينه، مش الهدف منها ان كل واحد ياخد ملف ويقعد يقراه خلاص او يقعد يشتغل فيه وخلاص. ماشي. مش هتتصور ان احنا كمان الكره النسائيه مهتم بيها اكتر من معانا مع الرجال، لان كل الملفات الكره الشاطئيه نفس الحكايه. ماشي. يعني انت حتى دوري كره شاطئيه ما عندكش. تمام، لا هنعمله. تمام. في دوريات اتلغت بالنسبه للناشئين والشباب. ايوه اتلغت. في مسابقات اتلغت خالص. تمام. في كمان ان الانديه عزفت عن دخول في مسابقات لقلة الموارد المالية. احنا عاملين الاتجاه كله هيبقى ان شاء الله في دعم للأندية، عشان انا عايز كل الأندية تشترك بكل مسابقات الناشئين، سواء على قطاعات سواء على بطولات جمهورية. تمام، لان دايما اختيارك بيكون ايه؟ من خلال ال 18 فريق الموجود في الممتاز بس. لا، في مواهب تانية تحت، ولو المواهب دي اتعرضت تمام انا واثق ان ال 18 نادي اللي فوق هيدور على اللي تحت. صحيح. فانت النهارده عندك في ذخيره مش ما عندكش، لكن اللي انا شايفه هو لاعب ظهر طلع من النادي ده خده النادي ده ورجع تاني لنفس النادي. صحيح. انا كمان بتكلم على فكره الاستراتيجيه برضو يا استاذ جمال، خليني اقرب لك الصوره اكتر. استراتيجيه بمعنى ايه؟ عندنا راجل بروفيسور مثلا اجنبي، راجل مستشار للاتحاد، مستشار للكرة في مصر، اي تحت اي بند تحت اي مسمى، يجي والله يقول بصوا احنا عندنا دلوقتي منتخب الناشئين في احنا عندنا 40 50 لاعب وبنختار لحد ما نوصل ل 25 والانتقاء بيبقى على المقومات الفلانيه، واحنا يا جماعه هنلعب بطريقه 4 3 3 والمنتخب بتاع الشباب ده الناشئين ده هيلعب زيه منتخب الشباب، والمنتخب الاولمبي اللي بعده هيعمل كذا، وعندنا طريقه معينه بالظبط كده، عندنا طريقه للانتقاء وطريقه لتطور اللعيبه من حته لحته، بحيث ان انا لو منتخب خسر بطوله من البطولات وانا شغال عليه كويس اخد اللعيبه بتاعته اصعده للمنتخب اللي بعده. مش معقوله ان انا بعد كل منتخب من المنتخبات يا استاذ جمال اللعيبه بيتفرط العقد بتاعها ويختفي وما لهمش، يلاقي واحد اتنين تلاته اللي كملوا، فيبان كما لو ان انا بشتغل على يعني اليوم بيومه بمعنى اصح. هو ده اللي انا قصدت اقوله، هل احنا عندنا افكار شبه كده؟ هل احنا عندنا افكار نبتدي نعتمد على مش عيب ان احنا يعني يبقى يعني نغش بره شويه نبص بره ناخد منهم افكار يعني بمعنى اصح؟ بص احنا عندنا كل الخطط كلها موجودة، بس احنا ادينا اولوية في الفترة اللي فاتت يمكن في كل حاجة ركناها على جنب عشان المنتخب، عشان منتخب مصر، لان لو اي هزة في المنتخب كانت هتحصل كنت زمان انت كان طلعت من دور المجموعات في افريقيا والناس اول ما فاز اتغلب المنتخب من نيجيريا خلاص طلع. صحيح. ووصلنا للنهائي. المباراتين بتوع السنغال لما تيجي تحسبهم انت فايز هناك 1-0 هم غالبينك برضو 1-0 في السنغال. ضربات الجزاء الترجيحيه دي حاجه يعني حتى لو كان في ليزر ومش ليزر وكلام زي كده، بس برضو في الاخر دي بتيجي التوفيق وعدم توفيق، لان حتى الكره راحت وجت معاك 3 مرتين ورا بعض. صحيح. تمام. في تخطيط هيتنفذ على طول بعد ننتهي من الملف ده وننتهي من الموسم الحالي، لان الموسم الحالي بادئ في المسابقات لازم تنتهي فيه نفس الوضع نخلص منه. مسابقات السنه الجايه هتتفرج على حاجات كتيره جدا معموله ومتخطط لها صح ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. استاذ جمال انا طبعا بتمنى لحضرتك كل التوفيق وبشكرك. انا عارف انه النهارده يوم كان صعب وكان طويل عليك، مؤتمرات واجتماعات كتيره، لكن بشكرك على وجودك معانا في الحوار، وان شاء الله باذن الله بتمنى لك يا رب كل التوفيق، وللملف المصري ان شاء الله باذن الله التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا. وانا بشكرك وانت عارف ان لولا غلاوتك عندي انا عارف والله انا مش عايز اقول للناس بس انا جبت استاذ جمال ازاي، بس بقولها لكم بقى بس بعد الفاصل بقى يعني. بس انا كل اللي عملي بس برضه في الاعلام المصري والجماهير المصريه اللي بتشتغل على السوشيال ميديا ان لازم تصعد كل واحد. انا حتى يعني مش هتصور ان انا ما عنديش فيسبوك، انا عارف تمام ولا تويتر، بس خليت مثلا ابني من ابنائي انه قلت له ايه اكتب على الفيسبوك بتاعك انت لو اي حد عنده فيديوهات ولا حاجه زي كده تخص هتلف تفيد الملف بتاعنا خليه يبعتها لك. وفعلا في بعض الناس بعتت له وخدت منه من حاجات وكنت بتواصل بيها مع وليد عشان خاطر نضيفها على طول في الملف. لكن انا بقول لك ان الملف اتعرض ملف متوقع يكون الرد امتى عليه الملف ده؟ متوقع يكون خلال قد ايه؟ في ادونا وقت معين؟ بص لو اخرونا يبقى هم مش عايزين ينفذوا حاجه، لكن لو ما اخروناش احنا عايزين ناخد طريقنا. حلو. طب يا ريت بس يا ريت يدونا اي انا بقول لك اي يقول لك مالكش حق، بس انا عايزين يقول لك مالكش حق عشان نعرف نتحرك عشان نعرف نتحرك. احنا عايزين عشان مش عايز ان هم يعلقونا فيضيعوا علينا الوقت. ما انت لو دخلت في اي درجات لازم تخش الدرجات في تسلسل درجات تقاضي، فانت لو عديت الدرجات دي هيرجعك تاني للاول، فاحنا خدناها بالصح من الاول عشان نخش الدرجات اللي بعديها. وان شاء الله يكون لنا امل يعني ان شاء الله باذن الله خير. استاذ جمال انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك، شرفتنا. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور الثالثه بعد الفاصل. ضيفي وضيف حضراتكم مجنون كوره، معجون كوره. عايز اقول لكم يا جماعه والله العظيم يعني هو كان هين عليه كلمه يخبط دماغه في الحيطه دي، يخبط دماغه في الحيطه. قاعد جنبي في القرعه هيجرى له حاجه من ساعة المباراة وخسارة منتخبنا الوطني، والموضوع صعب جدا. ضيفي وضيف حضراتكم بعد الفاصل. صباح كورة نصوحي وكلام هيبقى فيه منتهى الأهمية، خليكم معنا. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في جمهور التالتة. دايما قصص الكرة وحكايات الكرة تتسمع من مجانين الكرة، يعني بيبقى ليها واقع مختلف. انا قابلت ناس كتير جدا جدا مشجعين ودماغهم معجونة كرة، بس يبقى بالنسبة لي عمرو نصوحي في تشجيعه لمنتخب مصر شخصية رهيبة جدا جدا. عمرو موجود معايا هنا في الدوحة من اول يوم، او هو جه يمكن بعديها بيوم، هو جه بعد مباراه منتخب مصر. انا هنا كنت بتفرج على مباراه مصر هنا في الدوحه، مش عايز اقول لكم النقطه اللي انا كنت فيها، انا منقوط يعني على قد الحاله اللي انا كنت فيها، على قد ان انا لما شفت نصوحي حسيت ان انا يعني انا كويس على فكره، لان هو كان حالته النفسيه سيئه جدا جدا كما لو ان هو كان جوه الملعب. خلينا ارحب بنصوحي عمرو نصوحي صباح كوره، وواحد حقيقه من الناس انا بحب جدا المحتوى اللي بيقدمه طول الوقت. عمرو اهلا وسهلا بيك ومساء الفل. صباح يا ابراهيم وشكرا على المقدمه الجميله دي. يعني بس مبسوط ان انا قاعد معاك النهارده، ومبسوط ان احنا كنا مع بعض الثلاث ايام اللي فاتوا. يعني اتبسطنا في اطار بنحاول نتبسط، يعني رحنا القرعه بتاعت كاس العالم اول مره في حياتي احضر قرعه كاس عالم، وكانت عامله زي الحفله، يعني اكني قاعد في مسرح بتفرج على مسرحية زي اللي بنشوفها في الافلام في امريكا ولا انجلترا ولا حاجه مش طبيعيه، اخراج مش طبيعي وكل حاجه مش طبيعيه، بس احنا مش جزء من للاسف الحفله دي. ده اللي ضايق بقى، ده اللي ضايق إن, ان 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 انت كمنتخب مصر كنت تستحق تبقى موجود هنا. يعني الكلمه اللي قالها جاني انفنتينو الحقيقه، انا لما شفت القرعه بالشكل كده حاجه ابها شيك شيك، يعني بالنسبه لنا احنا ناقصها علم مصر. بس والله العظيم ناقصها علم مصر موجود في الحته ديت، خلاص احنا الدنيا. وبعدين مسافه قريبه وكاس عالم جامد وها انت وانت بتقول في الانترو احنا جابوا لنا، احنا بدات القرعه كده لقينا شريهان. انا ما صدقتش مزيكه الف ليله وليله وشريهان طالعه، هم كتبوا شريهان قلنا شريهان. انا بقول لهم يا جماعه شريهان 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 بتاعتنا، فصحي قال لي لا ما اكيد ممكن شيرهان دي حد هندي يعني، لكن مش اكيد شيرهان شيرهان. فلما لقيت شيرهان طالعه، يعني هم زي ما انت قلت في الانترو بالظبط، هم عايزيننا، هم مستنييننا. صحيح. يعني اخواتنا في قطر كانوا مستنييننا نيجي،
وشريهان هي اللي قدمت الحفله. وانا طبعا اللحظه دي بقى خلاص انت احنا قاعدين متدمرين جنب بعض، يعني مشاعر صعبه بصراحه قوي. شفت الماتش ازاي؟ الماتش بص من الاخر يعني كده عشان يعني على بلاطه، يعني منتخب السنغال منتخب قوي، هو اقوى منتخب في افريقيا، هو كسب بطوله افريقيا، وهو اكيد اقوى مننا تقنيا، لعبتهم اقوى من لعبتنا، كمجموعه اقوى، محترفين فنديه اكبر، الكلام ده كله احنا عارفينه، بس الفرق مش مرعب وهم مش فريق مرعب. وده من الاخر، لان لو منتخب السنغال ده كان مرعب وهو بيلعب عليا وانا بلعبه بالمساك رقم خمسة الخيار الخامس والسادس، لان الاثنين ماسكين بتوع الاساسي مصابين والاحتياطي مصابين واحد موقوف، وبلعب على اهم لاعب في منتخب السنغال واحد من اهم اللعيبه اللي في العالم ساديو ماني بالباك رايت التالت الخيار التالت بتاعي، كانوا كسبوني 3-4-0 من الاخر. فعشان نجيب من الاخر يا جماعه، هم فريق قوي واقوى منتخب في افريقيا، بس مش فريق مرعب. مش فريق مرعب، ما بلعنيش يعني في الماتشات اللي قابلني فيها. لعبته فاينل بطوله افريقيا وانا طالع من ماتش دور 16 ودور 8 ودور قبل النهائي، بلعب كوت ديفوار كاميرون مغرب اكسترا تايم 120 120 120، ومش شايف قدامي، كسبني بنالتيات. لعبته وانا بالخط ظهري كله بالاحتياطي الاحتياطي، وصلت معاه بنالتيات برضه والله. هو اللي وكسبته في مصر. اللي حزنك انه والله ما اقصد حاجه، بس طبعا يعني كل التوفيق للمنتخبات اللي صعدت، خاصه منها المنتخبات العربيه، بس انت كسبت المغرب اللي راحت كاس العالم، انت لسه كسبانها، بس انت كسبت الكاميرون اللي راحت كاس العالم، وانت ما يعني وانت ما روحتش، ووصلت مع السنغال لركلات ترجيح من نقطة الجزاء، يعني ما كسبوكش في الملعب. لا لو هو فريق مرعب وانا بلعب بكل التعجيز الفني ده، فاهم الفكرة عامل ازاي؟ كان كسبني 3-0 ساعتها، كنت اقول ايه هارد لك دي امكانياتي يا جماعة، وانا حاولت. عايز اقول لك الحقيقة، انا متفرج على الماتش، وانا متفرج على الماتش دايما عندي عادة كده بقعد اكتب على 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 تويتر، يعني انا كل اللي بقوله انا عندي احساس ان هي ايه، في واحدة كده هتيجي وهتخلص وهنروح، يعني هنروح مبسوطين كلنا. فعمالك تبكي شوية، ايه واحدة بس يا جماعة، واحدة بس، واحدة دي بقى كانت جاية بتاعت زيزو بالدماغ، خلصت اتبسطنا كلنا. واحدة دي بقى محمد صلاح هارب من الرقابة، لف بوشه حط كرة خلصت. واحدة دي بقى من يعني مرموش مش عارفة ايه، ليه بقى الواحدة دي ما جاتش؟ ليه الكرة دي ما جاتش؟ يعني انا كنت بكتب كده من باب ان انا اصبر نفسي واصبر الناس ان في واحدة هتيجي تلطش، خلاص صعدنا كاس عالم. انما للاسف ده ما حصلش. هي كانت ممكن تيجي كانت ممكن تيجي وكنا ممكن نصعد، بس لازم الموضوع يبقى واضح. احنا حتى لو كانت جت وكنا صعدنا وكنا هنحتفل احتفال ما فيش ملوش اول من اخر، بس كان هيكون فيه انتقاد لادع للفلسفة والاسلوب اللي احنا لعبنا بيه الماتشين، بالذات الماتش بتاع السنغال. قول لي شايف ازاي يعني؟ انا لعبت ماتش مصر اول نص ساعه، لعبت كوره ومسكت كوره ونقلت كوره، ولما عملت كده اكتشاف السنغال كانت خايفه. ده ماتش الذهاب في استاد القاهره. السنغال كانت خايفه اخر ربع ساعه، طبيعي منتخب كبير مش منتخب صغير، هيبقى ليه رد فعل وهيرد يمسك بقى هو الكوره ويباغتني اخر ربع ساعه في الشوط الاول. كل ده جميل، جبنا جول وكنا بنلعب كوره وضغطين اغلب فترات الشوط الاول. خلص الشوط الاول، دخلت الهاف تايم، ايه الجيم بلان او الخطه اللي احنا كنا داخلين بيها الشوط الثاني؟ من اللي انا شفته، انا ما اعرفش، انا ما كنتش قاعد معاهم في اللوكر، انا ما اعرفش المدرب قال ايه واللعيبه قالت لبعضها ايه، بس انا عارفه ان انا دخلت الشوط الثاني سبت الكوره، سبت اللعب، سبت كل حاجه انا عملتها في اول نص ساعه، اديت مفتاح الثقه، هو الكوره ثقه، واللي قدامي لما يبقى اعلى مني فنيا انا مش عايز اركبه عليا. انا كنت مختص قبل بطوله امم افريقيا اللي فاتت اركب عليا اي فريق حتى لو اضعف مني فنيا بان انا بسيب له الكوره وبدي له الثقه، وانا عملت كده منتخب السنغال، قلت انا مش عايز اكتر من 1-0 شكرا، ومش هلعب كوره، وما لعبتش كوره. خلص الماتش 1-0. هل نتيجه 1-0 دي بعيدا عن مجريات المباراه نتيجه كويسه؟ كويسه قوي. انا كسبت ومعايا كلين شيت. طب خليني اقول لك حاجه انا اول مره اقولها. بعد الماتش الاولاني انا مش راضي عن اداء المنتخب، بس كل اللي انا كنت بفكر فيه انه هل ده وقت ان انا اقول انطباعات قد تؤثر سلبا على اللعيبه والجهاز الفني؟ ودي نقطه مختلفه تماما، يعني فكره ان انت بتبقى اعلامي غير ان انت بتبقى مشجع فيها حته فريق 100%. مش عاجبني الاداء، بس قلت يمكن لما انا هطلع واقول كلام سلبي او بمعنى اصح
بالغضب بيهمد بالغضب يهمد اللعيبه ويهمد الجهاز يفقدهم ثقتهم في نفسهم. فقلت حتى للناس خلينا يا جماعه نصبر دي قناعاتي بقولك ياخد بالك دي قناعاتي ان احنا نصبر يعني نص ساعة. إيه؟ هم وروك نص ساعه فيها كره فانت عندك امل ان احنا ممكن برافو عليك برافو عليك فاللي هو ايه فانا انا عندي من ده فيا جماعه ايه خلونا ندي دعم جامد عشان الحته الحلوه دي يعني تزيد شويتين في الماتش بتاع العوده. لكنه انا فوجئت ان احنا ما حصلش تطور في الاداء ما بين ماتش الذهاب وماتش العوده. لا هو احنا بينا اوحش. احنا ماتش العوده في سيناريو قاسي هم طبعا السنغال كان في سوء حظ ليهم هم يعني النهارده لو سنغالي انا لعبت فاينل افريقيا ولعبت ماتش في القاهره وجالي فرص كتير ما عرفتش اجيب جوال فعادي ان هو يجيب جول حظ في الاخر غلطه من فتوح وخبطت ودخلت. بعد ما جه الجول ده انا وانا قاعد بتفرج على الماتش قلت خلاص ده الانهيار احنا هننهار وهم هياكلونا. هل كلونا؟ لا ما كلوناش اقسم بالله نفس اللي قلته بالظبط. هو لو فريق مرعب كان كلني خلاص كان دخل 2 3 وخلص. انا قلت احنا مش هنشوف بالظبط واحد في الثاني في الثالث في الرابع الماتش ده هيخلص زي ماتش الغانا واحنا مش شايفين قدامنا ومش عارفين بالظبط كده بالظبط. هل ده حصل؟ لا. طب هو لما بدا ان هو مش عارف يجيب الثاني فات 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعه تلت ساعه ايه اللي بيحصل؟ هو بيهمد والثقه بترجع لمين؟ المفروض تجي لي انا. هل انا عايز استقبلها؟ الاجابه هي لا. انا ما روحتش السنغال علشان العب كوره. دي نقطه انا ما اعرفش المشكله فيها فين في مين. هل المشكله في المدرب وهو قايل لهم ان احنا هنلعب على 1-0 ونفضل نلعب على 1-0 واطلع من ماتش البنالتيات ولا ده خوف من اللعيبه؟ في لعيبه بتبان انها خايفه. انا عشان اعرف الاعب السنغال لازم امسك كوره ولما حاولت امسك كوره في فترات عشوائيه لقيت انه عادي. في واحده امام عاشور اخذ فيها واحد والتاني والتالت سيبك من ان احنا مش مصدقين امام نفسه مش مصدق ان هو عمال بيعدي عادي منه. فيا جماعه ماتش كوره عادي يعني يعني ينفع. دونجا جاي منين؟ دونجا حد كان بيفكر في دونجا اصلا؟ لا بعيد خالص مفيش خالص جاي من بعيد من بعيد لقى نفسه بينزل في شوط تاني. انا بس ده مثال يعني هو لقى نفسه بس نزل في شوط تاني من ماتش ظروف الماتش بقى هم تعبانين هم مش مهم بس اللي انا شفته ان هو واحد نزل فقال لك وريني كده الكرة دي بتعمل ايه؟ لقاها موجودة عادي. احنا لما غيرنا في مشكلة تكتيكية مرعبة بس هدخل لها بس بتفاصيلها كمان سنة بس بشكل عام دي مشكلتي. وبعدين سبحان الله رحت جاي في نص الشوط التاني اخر ربع ساعة ايه اللي حصل؟ شوية تغييرات هنتكلم في تفاصيلها ادت الى ايه؟ ان انا مسكت كرة. زيزو كان التغييرة زيزو نزل كسبنا صلاح راح يمين. طبعا دي بالنسبة لي دي أزمتي في الحياة. ايه بقى هي؟ صلاح سترايكر. صلاح لما بيلعب سترايكر صريح مع منتخب مصر ما تقارنش مع ليفربول. ما يجي جاب ليفربول دي خالص. ما كنت اسألك برضو طب ما هو بيلعب مع ليفربول وبتيجي معاه. لا 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 ده هو أسلوب لعب وفلسفة مختلفة بإمكانيات مختلفة برتم مختلف بكواليتي لعيبة تانية حواليه مختلف تماما. هو ملوش أي علاقة. أنا بلعب هو بيلعب لما بيلعب مهاجم صريح في ليفربول هو أو ساديو أو جوتا بيلعبوا كده عشان هما بيضغطوا قدامه عايز يغلطك قدامه بيلعب لعبه تانية خالص. انما صلاح فكره تانية خالص. انا ما بلعبهاش وما اقدرش العبها. انما انا لما بلعب صلاح سترايكر صريح بفقد 80% من القيمه لان هو بيبقى ما بين لعيبه بدنيا جامدين طوال وبيضربوا حتى لو كرتهم قليله وسرعه. هل ده استنتاج انا مثلا مستنتجه مع نفسي بحاول ان انا اتفلسف واتحنيك مثلا؟ لا انا شفتها في ماتش ايه نيجيريا. نيجيريا بدات المباراه وصلاح لعب سترايكر 90 دقيقه. ايه اللي حصل؟ خسرنا وما شفناش فعاليه صلاح. الماتش اللي بعده على طول صلاح كان هاف رايت الدقيقه الاولى خد كره على شماله وهو رايح بوشه الموقف اللي انا عايز احط فيه صلاح على قد ما اقدر جاب على شماله وحطها جت في العرض. جينا فاينل السنغال الشوط الاول احنا بنلعب 4-4-2 بس صلاح حادف يمين واحده راح بوشه رقص ست لعيبه والشوطه خزلته مسكها مندي واحده ثانيه عدى من اتنين وحطها في المقص الضيق لما مندي طلعها كورن. الشوط الثاني اللي حصل صلاح سقط في العمق شويه حركه في العمق اكتر عشان هو خايف من الواجب الدفاعي بتاع الباك شمال بتاعه اللي هو ساليوسيس. فلما صلاح دخل في العمق قل التاثير بتاعه الشوط الثاني والثالث والرابع. المباراه بتاعه القاهره النص ساعه اللي انا بدات فيها صلاح كان بيلعب على اليمين شفنا التأثير وشفنا الثنائيات مع عمر جابر وشفنا وان تو هات وشفنا لعب لحد ما سيبنا الكورة. انا لما بسيب الكورة انا بفقد
بفقد كل لعيبة الوينجات بتوعي، صلاح، مرموش، زيزو، كل ده بفقده لان انا بلعب كور عالية بس، وانا ما عنديش الامكانيات اني العب على كور عالية في فرقتي دي. فلما بدأت بصلاح فيرود في المباراة التانية في السنغال ما شفتش صلاح لحد ايه اللحظة اللي انت قلت فيها نزل فيها زيزو. صلاح راح فين؟ راح يمين، نزل زيزو ومصطفى محمد. أيوة. مصطفى محمد سترايكر. اول كورة جت صلاح على اليمين، راح قادر على شماله حطيتها لزيزو، حطها بدماغه، وكنا نروح كاس العالم. دي مش محتاجة، يعني مش محتاجة حاجة. انا خايف، هو كيروش بدأ الماتش التاني بصلاح مهاجم صريح، مرموش يمين وتريزيجيه شمال. ليه؟ علشان ساليوسيس ده الباك الشمال لما يزيد يرجع مع مرموش بدل منني اللي كان بيرجع مع الحته دي. عملنا حساب زياده اول ساليوسيس ده، هو باك شمال بيلعب في نانسي الفرنسي في درجه الثانيه، لعيب كويس. بس انا اثر بالسلب على، انا عايز احاول اهيئ لاحسن لعيب عندي، احاول اخليه في الاجواء الفورمه عشان تجي له كره او اتنين يخلص لي بيهم الماتش زي ما حصل الماتش الاول. صلاح الجول اللي جابه جه ازاي؟ لانه كان على اليمين وراح قاطم لجوه وجاب جول. صلاح لو كان واقف مهاجم صريح ما كانش هيجيب الجول. تفتكروا عشان كده الناس انتقدت صلاح قوي بالشكل ده؟ كلمه انتقاد على فكره بشوفها كلمه عاديه، الانتقاد بشوفه شيء عادي، لكن هو اللي اتعرض له محمد صلاح مش انتقاد، هو اكبر بكتير جدا من كلمه انتقاد. كما لو تكون يعني الغضب برضو كمان انا ما عنديش فيه مشكله، فاهم اللي هو الغضب الجماهيري شويه ده، لكن اللي اتعرض له محمد صلاح كان توصيفه اصعب بكتير. مش عايز اروح لكلمه الانتقاص والتقليل من قدره، وده امر حقيقي غريب جدا بالنسبه لي، لانه محمد شايل على كتافه المنتخب فعلا. يعني طبعا انا ما عنديش مشكله ان اي حد ينتقد اي حد في اداؤه في الكوره، انما لما بتدخل في هو انت عايز ولا مش عايز، هو انت بتدي 100% ولا لا، هو انت فارق معاك ولا لا، ده ما ينفعش اصلا احنا نتكلم فيه. يعني انا صلاح هو لبلده وللمنتخب ولنفسه. شفت احنا كنا بنتكلم النهارده ايه في القرعه لما احنا شايفين الاساطير كلهم بتوع العالم، ده التاريخ. هو ده التاريخ بالظبط، ده التاريخ. الناس اللي واقفه كانت النهارده بتسحب القرعه، الناس دي جت في المكان ده عشان التاريخ اللي عملوه لبلدهم في الصعود لكاس العالم. وهو صلاح عارف الكلام ده، صلاح عارف وعايز من وهو ده عشان خاطر ده. اللعيبه لما طلعت بطول بعد بطوله الامم كلهم لما طلعوا اتكلموا قالوا ايه؟ كابتن الفرقه كان ليه دور كبير وبيقعد معانا كل يوم وبتاع. أيوة. وكان في دور كبير ليه في التغير اللي حصل ما بين مباراه الدور الاول ومباراه الدور الثاني. ايوه، فدي حاجه انا عارف الناس غضبانه، وكنت بضرب بيها مثال زي ميسي. يعني ميسي لما خسر 2 كوبا امريكا وفاينل كاس عالم. أيوة. ورا بعض وضيع بنالتي، وشفت البنالتين سبحان الله هما نسخه كربونه. الاثنين بالشمال فوق العارضه الشمال. فالناس كانت بتنتقد ميسي، يعني جمهور الكره حساس وبينتقد وعاطفي وبرضه لحد كلمه الانتقاد. مفيش حد فوق الانتقاد، ولحد كلمه الغضب مفيش حد ضد كلمه الغضب. يعني ده جمهور كوره والناس ما صعدتش كاس عالم، بس احنا بنتكلم دايما على فكره الانتقاص من قدر لعيب عالمي بحجم محمد صلاح. طيب، وانا كمان عايز انا عايز ادعم الناجح وكتر منه. هو صلاح لما بيطلع يتكلم دايما بيقول انا عايز، يعني مش عايز انا ابقى صلاح وناس تفتكر صلاح بس. انا نفسي الناس تاخد سكتي دي وتبقى احسن مني. طب بمناسبه صلاح، فسرت ازاي كلامه يعني مع اللعيبه الفيديو اللي طلع؟ شبه قوي ميسي. فاكر ميسي لما طلع برضه قال انا مش عايز العب، بس هو قالها صريحه، يعني قال انا اعتزلت دولي مش هعمل الارجنتين، ورجع في كلامه بعدها بفتره. واضح ان ده تاثير، هو الكلام اللي هو قاله انا فسرته بحزن، بس هو واحد مكسور ومقهور وبيتكلم بعد ماتش على طول ولسه خسرانين النهائي اللي قبله. انا ما اقدرش احاسب اي لعيب على الكلام اللي هو قاله. الناس زي ما احنا كنا جمهور متدمرين، فاللعيبه كمان كانت متدمره وحلمها ضاع. صحيح. استاذ زيك، نروح لفصل وبعد الفصل نرجع نكمل كلامنا مع عمرو نصوحي. ورجعنا لحضراتكم مره تانية، ولسه مستمرين معاكم في جمهور الثالثه وحوارنا الممتع جدا مع عمرو نصوحي. تعالوا قبل ما ندردش اكتر كمان ونخش في التفاصيل الفنيه، نشوف لقاءات مع جماهير كره القدم المصريه هنا في قطر وقاده الجماهير المصريه. زميلنا خالد رزق عمل لنا التقرير التالي، تعالوا نشوف.
مرحب بكم يا مشاهدينا في كل مكان. يعني احنا الان متواجدين في دولة قطر بالتأكيد، ومعانا لقاء مع قادة الجمهور المصري بدولة قطر، معايا المستشار حسام ابو العلا، ومعايا ايضا عبد الله الرشيدي. يعني هيتكلموا معانا عن الاجواء بقى الموجودة داخل دولة قطر بعد انتهاء المباراة بين منتخب مصر والسنغال، والحزن بالتأكيد الكبير اللي عم على الدولة المصرية بعد يعني فقدان بطاقة التأهل لكأس العالم، وايضا بقى على الافكار الموجودة ازاي. يعني مستشار حسام مرحب بيك اون تايم سبورتس، بنتكلم بقى على، هبدأ معاك من الاخر، شفت ازاي الاجواء بعد عدم تأهل منتخبنا الوطني، والاجواء كانت ماشية ازاي؟ اولا برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورت. يعني بصراحه انت بتسالني سؤال صعب جدا، لانه اكيد في ال 110 120 مليون مصري زعلانين ومتاثرين جدا على اللي حصل، ولكن اكاد اجزم ان المصريين الموجودين في قطر تحديدا زعلهم يفوق بكتير جدا جدا اي حد على مستوى العالم، لان احنا بقالنا فتره طويله جدا بنستعد وفي حاله حماس وفي حاله تأهب كبيرة جدا لقدوم المنتخب المصري، مش بس احنا، حتى كل الجماهير العربية الموجودة هنا، حتى دولة قطر، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، كان في ترقب خاص لمنتخب مصري. لما للمنتخب أو مكانة مصر المختلفة والحاجة، يعني الجماهير المصرية والكرة المصرية والتاريخ المصري له بصمة وله وضع مختلف تماما، فالكل كان متأهب. فحالة التأهب اللي كانت موجودة والاستعدادات الكبيرة جدا مني ومن كل القادة ومن كل الجماهير المصرية اللي موجودة في الدوحة، طبعا للأسف ما قدرناش نوصل بسبب اللي شفناه. فبصراحة حزن، حالة حزن خيمت على الجميع، محدش عنده تبرير للي حصل، محدش قادر حتى، يعني احنا بنتكلم بقالنا من يوم المباراة واحنا ما بنتكلمش مع بعض، مش عارفين ايه اللي حصل. كنا عايشين في حلم كبير جدا جدا، وللأسف ربنا ما أرادش إن احنا نصعد لكأس العالم. فبجد حالة، يعني إن شاء الله يا رب نقدر نعوضها في كأس العالم الجاي إن شاء الله، ولكن الكأس العالم ده تحديدا كان له وضع خاص، لأن احنا كنا هنلعب تقريبا كأننا في استاد القاهرة، وده شفناه في كأس العرب، شفت الحضور الجماهيري قد ايه، والدعم المصري او الدعم الجماهير المصرية هنا كان عامل ازاي، حتى أعطى رونق مختلف للبطولة نفسها. فللأسف ده فقدناه، ف الحمد لله على كل حال. يعني طبعا انا سياده المستشار اتكلم من ناحيه المنظومه او السيستم او الناحيه الاداريه كحد مسؤول، انا هتكلم كواحد من جمهور التالتة. اتربيت في الاستاد، ما بقعدش في مكان غير التالتة. الحقيقه ان انا من وقتها وانا مش كامل الادراك او مش متخيل ان احنا خرجنا لحد دلوقتي، بحاول اخرج من الحاله اللي انا فيها، بس كل ما الكلام يتفتح في الموضوع انا بحس ان انا يعني في حالة مش طبيعية، ما بقدرش اتملك نفسي. اتكلمت معاك بعد اللقاء الاول وقلت لك ان نتيجة 1-0 اوكي في ارضنا، هندعم اللعيبة ايا كانت هي مين، هندعم اي لاعب، احنا ورا الجهاز الفني ورا المنظومة ورا كل حاجة، لان ده مش وقت انتقاد، احنا مش في بطولة مجمعة وهنبتدي ننتقد عشان نصلح من اخطائنا في الفترة الجاية، ده احنا في مباراة اقصائية، حلم 110 مليون. انا هحكي لك تجربة بتبين لك قد ايه المقيمين في قطر بالتحديد قد ايه بيتألموا دلوقتي، قد ايه الشوارع بقت مطفية بفقدانها جزء كبير من المشجعين اللي كان محتمل ان هم ينوروا البطولة. الحقيقة ان تجربتي مختلفة شوية، انا واحد حلمه بدأ من 2010، من اول اعلان قطر منظمة لكأس العالم، كان وقتها عندي 20 سنة، كنت لسه بدرس، حلمت ان انا احضر كأس العالم لان الدولة المستضيفة دولة عربية فقريبة مننا، حلمت ان انا احضرها. بعد ما خلصت لقيت ان في عقد عمل جالي في قطر، فالحلم بيقرب. حاجة انت كنت متخيلها فانتازيا انك تحضر دولتك بتحضر في كاس عالم انت ما حضرتوش في حياتك كلها غير مرة واحدة في روسيا، فانت بتحلم حلم بيبتدي يتحقق بنسبة 30% انك جالك عقد عمل في قطر. مسكت في قطر بإيدي واسناني من اجل ان انا احضر كاس العالم لمصر، رتبت حياتي كلها على هذا الاساس اني مش همشي من هنا الا بعد كاس العالم 2022. وانا قلت لك الكلام ده بعد اللقاء الاول، ابتدت الاحلام تتصاعد معايا، ابتديت الايام بتجري والايام بتعدي والتنظيم بيدخل علينا، بنشوف ملامح البطولة في الشوارع،
منتخبنا بيعدي أدوار بعدها أدوار، بنوصل للمباراة الإقصائية. بحلم حلم تاني، أنا ببين لك قد إيه إن الشواهد خلتني أحلم وأصدق إن إحنا هنوصل. يعني اكيد مشاهدينا تابعنا مع حضراتكم يعني قادة بقى الجمهور المصري في دولة قطر، واكيد حزن شديد بيعم على الشعب المصري كله وبالاخص اللي عايشين في دولة قطر اللي يمكن بيعاشروا بقى الظروف كلها لبطولة كأس العالم، بيشوفوا كل المراسم، بيشوفوا كل شيء قدام عينيهم. اكيد الموضوع بيكون مختلف هنا والموضوع بيكون هنا اصعب شوية. دي كانت لقاءاتنا، نعود مرة اخرى للسيد. اتفضل يا كابتن. تخيل انت بقى الجمهور بالحلاوة بالكلام ده كله بقى التفاصيل دي، وقال لك في 300 ألف مصري موجودين هنا في الدوحة، كنت هتضيف عليهم بقى كمان ناس طالعة من مصر كمان تيجي تتفرج على ماتشات منتخب مصر. يلا انت حزين ها؟ اه حسرة طبعا، انا قاعد بسمعك وانت بتتكلم من اول حلقة و هنحتاج وقت عشان نتخلص. بس انت مش عارف تتخطى الموضوع عن صحيح. انت هتاخد وقت انت شويه. يعني انت الموضوع مأثر عليك قوي. هي هتاخد وقت، اصل انا لما جينا كاس العرب اه خلاص برضو جيت دعوه عشان نتفرج على الماتشات وبتاع وكده، وكانت تجربه صغيره لكاس العالم. ايوه لما رجعت فاكر قابلتك لما أيوه. طلعنا وقت بطوله افريقيا وقلت أيوه. لك بره الهوا آه. قلت لك انا لو ما رحتش كاس العالم ايوه حصل مش هيبقى تمام، لان تخيلت بقى شفتها، شفت الموضوع عامل ازاي، الموضوع جبار رهيب. فمحتاجين وقت، بس محتاجين وقت ومحتاجين يعني. انا كنت بسمعكم وانتوا بتتكلموا في الفقره اللي فاتت على الحاجات، الشغل الكبير اللي معمول علشان الملف في محاوله ان احنا يعني نشتكي السنغال وكده، وحلو هي سكه حلوه نشتغل عليها تمام، بس انا نفسي نحط نفس المجهود ده في ما قبل بقى. يعني انا دلوقتي بحط دايما دايما بعد، يعني انا خسرت فبحط بقى مجهود رهيب عشان احاول اعوض بعد ما الهزيمه حصلت. ماشي، طب ليه ما بحطش نفس المجهود ده قبل وانا بجهز؟ ليه ما بجهزش صح؟ ليه انا ما عنديش يعني، ممكن انا متفاهم ان ممكن يبقى عندنا جيل ضعيف، جيل مواهبه اقل، متفاهم ده، بس انا مش بس ما عنديش جيل، انا ما عنديش نظام، انا ما عنديش سيستم، انا ما اعرفش منتخب الناشئين ومنتخب الاشبال ومنتخب الاولمبي، كل واحد ماشي لوحده، وكل واللعيبه اللي طالعه منها طالعه لوحدها، ومفيش سيستم ومفيش نظام. فالموضوع حتى زمان كان مختلف عن دلوقتي، وبعدين الكره بتتطور في العالم واحنا ما بنتطورش، فاحنا هنتطور امتى؟ يعني اكيد فكره ان احنا ما بنروحش كاس عالم خالص دي ليها سبب بقى، ليها سبب علمي، ولازم على الاقل احاول اتطور، فبعد كده اقدر احاسب نفسي بقى واقدر اشوف انا بتحرك منين لفين. انما انا ايه التطور اللي انا عملته في اخر 10 سنين؟ هو التطور الوحيد ان انا طلع عندي لاعب مثلا زي محمد صلاح، ودايما بقى في كام لاعب تاني بيسند معاه، جول كيبر كويس، مساك جامد، صلاح وعبد الله وتريزيجيه، صلاح والبطوله اللي فاتت شويه مرموش شويه، ولو بصيت في الاحصائيات هتلاقي ان صلاح جايب 90% من اجوان منتخب مصر في اخر 10 سنين، فوصلنا فاينالين بطوله افريقيا وكنا قريبين ان احنا نروح كاس عالم. انما هل المنظومه شغاله صح؟ هل وصولي لنهايه بطوله افريقيا اللي فاتت دي على طول بتعكس ان انا المنظومه الكرويه في مصر شغاله صح؟ الاجابه هي لا. محتاجين ان احنا زي ما كنت بتكلم مع الاستاذ جمال علام، محتاجين ان احنا نبني خطط بجد حقيقيه عشان كل 4 سنين نبقى موجودين في كاس العالم، نبقى موجودين في كاس العالم. مش الفكره بالنسبه لنا ان احنا واحنا هنروح ولا احنا مش هنروح، لا لازم نبقى موجودين. لان انا بصراحه برضو النهارده في يا جماعه بس عايز اقول لكم على حاجه، طبعا اللي بيفتح التلفزيون دلوقتي فشايفني قاعد ببيبيونه فاكيد مستغرب الوضع، عشان بس حضراتكم موجودين معانا في الصوره، للي ما لحقش الانترو والبدايه، انا كنت بحكي قصه حياتي ان انا هنا في الدوحه ولسه مخلصين القرعه وطلعين مع حضراتكم على في البرنامج بلبس القرعه، لانه ما كانش في اي وقت خالص ان احنا يعني نغير هدومنا، فاحنا طالعين طازه من الحدث نبقى موجودين مع حضراتكم يعني. فما تستغربوش بس الموضوع البيبيون. الفكره بقى يا جماعه اللي انا كنت عايز اقولها لكم بقى، انه انت لما بتيجي تقرب قوي من الحدث بتشوف بعين تانية غير العين. يعني انت بتتفرج في البيت على القرعة او الحدث بتاع القرعة حاجة، وانت بتسمع عن كاس العالم حاجة، وانت بقى موجود وشايف كل حاجة بتتجهز لكاس العالم وشايف الملاعب، فانت عمال اقسم بالله سامع صوت الجماهير، شايف اللعيبة في الملعب، عندك الاحاسيس، شايفين النهاردة الناس كلها في القرعة،
موضوع يا جماعه، موضوع كاس العالم ده موضوع، ما ينفعش احنا مش موجودين في الموضوع ده، حكايه يعني بمعنى اصح يعني. فالواحد يعني بنقول لكم بس المشاعر الحقيقيه اللي احنا شفناها من في التواجد في الدوحه وفي القرعه تحديدا يعني. ولو هرجع تاني للماتش كده عشان عايز برضه اقول حاجه على موضوع كيروش ده. لا انا جاي لك، انا جاي لك بس كيروش. لو في تعقيب على الجزئيه اللي انا ولا ايه بقى، انا حاسس طيب. ان احنا مسودينها. طب خليني بسالك بقى في جزئيه مهمه جدا كنت بتكلم فيها مع الاستاذ جمال علام. كيف ترى مستقبل كارلوس كيروش؟ انت رايك صعب. ايه؟ بص هو سؤال صعب، وانا عشان اكون امين معاك يعني انا والله ما عندي مش عارف تكون انطباع خالص، لان لسه الواحد ما فاقش من اللي هو فيه. بس اللي انا خايف منه هو كيروش عنده سلبيات كتيره قوي، وفي عند وفي يعني في الاختيارات بتاعته فيها عند، وفي اخطاء وقع فيها كذا مره، وفيها حاجات صعبه قوي الواحد يتقبلها، وفي ايجابيات زي اكتشافه اللعيبه كتير، لعيبه ما كناش، محمد عبد المنعم، عمر كمال، بيدي فرصه لناس كتير. في ايجابيات وسلبيات، بس سلبيات كبيره قوي. بس في نقطه انا شايفها محوريه خلاص، هي طريقه اللعب. هل ده اسلوب كيروش ولا اللعيبه مش عارفه تطبق الكلام اللي هو بيقوله؟ هو كده كده يتحمل مسؤوليه بس النسبه تتفاوت. يعني هل انا دلوقتي اقعد بلعب ضد السنغال في السنغال اول 75 دقيقه بلعب كور عاليه، هل ده فنيات مدرب هو قال لهم احنا هنلعب كور عاليه، ولا هو قال لهم احنا هنلعب كور على الارض واللعيبه خايفه، كل واحد خايف يمسك الكوره عشان يغلط فبيعلق؟ ده سؤال لازم اللي يجاوب عليه حد من جوه. هل انا دلوقتي واضح يعني انطباعي ان في الاكسترا تايم احنا بعد ما عملنا ربع ساعه جامده والشوط خلص، انا كنت متوقع الاكسترا تايم الاولاني هينزل، خدنا ثقه بقى، ده احنا رحنا على الجون مرتين ثلاثه، لقيت ان لا، هو احنا بنعلق بس، احنا الشوط الاكسترا تايم نص ساعه الشناوي بيلعب بيقول للشباب يطلعوا قدام يلعب ضربه مرمى عاليه ياخدوها يجوا علينا فاول او هجمه ضربه مرمى الشناوي، السيناريو ده اتكرر 20 مره. فده تعليمات مدرب ولا خوف من اللعيبه، ولا هو قال لهم مثلا احنا عايزين نلعب بنالتيات يا جماعه خلاص، ده السيناريو الحلو بتاعنا، وده ترجم للعيبه ان احنا هنطوح عالي ما حدش يغلط، احنا عايزين نروح بنالتيات باي شكل. فده هو كده كده يتحمل مسؤوليه بس النسب متفاوته. الاخطاء اللي كيروش وقع فيها دي كلها انا في رايي في جزء كبير بيتحمله المدرب وفي جزء كبير بيتحمله اللعيبه، والاثنين يعني عايز انت توزنها بقى انت براحتك ايه اللي هتقل، بس الاثنين بيتحملوا المسؤوليه. لان اللعيبه بينوا لنا وكيروش باين لنا، المنتخب باين لنا ان هو بيعرف يلعب كوره، باينها لنا بعد ما كانش مبينها لنا قبل كده، لا مع حسام البدري ولا قبله اسمه ايه اللي بقى بطوله 2019 المكسيكي اسمه خفير اجيري حلو، ولا في الدور الاول من بطوله افريقيا، بس باينها لنا في الدور الثاني ماشي، وباينها لنا في فترات متفاوته ضد السنغال في الماتشين اللي لعبناهم بتوع كاس العالم. فانت بينت لي وعشمتني انك بتعرف تلعب الكوره دي، ليه انت مش عارف تلعبها لفترات اطول؟ ليه بتتخلى عنها؟ ده سؤال لازم نلاقي له اجابه. لو كيروش في رايي كان اختار صح ولعب لعيبه في اماكنها وعمل كل حاجه مثاليه، انا مش شايف ان منتخب مصر كان مثلا هيتحسن بنسبه 60-70-80%. لا، هو احنا كنا نتحسن 10-20%، لان جوده اللعيبه اللي موجوده، انت مش لو جبت بيب جوارديولا مش هيخلي نص الملعب بتاعك ده بالاسامي دي يلعبوا تيكي تاك ويطلعوا بالكره من تحت ماشي، مش هيخلي قلب الدفاع الخامس والسادس يلعبوا كره يستلموا من الشناوي وعندهم ثقه ويطلعوا. بس هيديني لما تلعب كل لعيب في مركزه وتختار الناس التشكيله الانسب هيديك 10-20%. الحصره في ايه؟ ان من مستوى السنغال اللي انا شفته ال 10-20% دول كانوا هيصعدونا كاس عالم. ارجع تاني نفس سؤالي، كارلوس كيروش يكمل ولا ما يكملش؟ ما انا بتكلم معاك، انا بفكر معاك. انا والله العظيم انا مش بحاول اوصل لنقطه معينه. انت محتار، عايز تقول انك محتار. هل لو كارلوس كيروش يعني، هل لو كارلوس كيروش مشي هروح اجيب مدرب محلي؟ هل ده هيقدمني ال 10-20% اللي موجوده بجوده اللعيبه الحاليه دي، ولا هيرجعني 10-20% ورا؟ هل هعرف اجيب مدرب اجنبي تاني اصلا وانا كاس العالم في شهر 11؟ مفيش حد هيجي لك اصلا، انت خلاص الموضوع نايم، انت مش عارف تجيب حد. ولا الافضل ان انا افضل مع كارلوس كيروش واحسن في اخطائه؟ دي اسئله انا ما اقدرش اجاوب عليها، لان انا ما اعرفش كارلوس كيروش بيقول ايه للعيبه. انا ما اعرفش، دي حاجه لازم لما يتقعد مع كارلوس كيروش في الجلسه دي لازم الناس بتتكلم، لازم اللعيبه بتتكلم مع اتحاد الكره، لازم نعرف انت بتحاول توصل لايه.
لان هو لو ده اسلوب لعبه ولو هي دي فلسفته فهي دي فلسفه خاطئه ومش هتنفع مش هتقدمني لقدام. لو هو بيحاول يعمل حاجه بس واللعيبه مش عارفه تطبقها وخايفه محتاجه وقت اطول لان هو جه في 3 4 شهور ضغط بطوله افريقيا ضغط كاس العالم العربيه وبعدين كاس بطوله العربيه جرب فيها شويه علمك احنا بطوله العربيه كنا بنلعب وحش برده كنا بنعلق عالي. انا بعد بطوله العربيه قلت هو الراجل ده هو فلسفته كور عاليه احنا خلاص شكرا حلبسين في الحيطه لحد ما شفت الدور الثاني بطوله الامم وضغط عالي وكره على الارض طب ما احنا عندك ده في تفاوت رهيب في تفاوت مرعب. غير كده في نقطه ثانيه انتوا برده اتكلمتوا عليها هي نقطه الجمهور. الجمهور برضو الناس كانت بتيجي قوي على الجماهير اللي راحت في القاهرة جات عليهم جامد وانتوا جماهير مش هي الجماهير هي من حق اي حد انه يروح الاستاد مبدئيا ومن زمان انا بروح استاد من اخر التسعينات والالفينات تصفيات كاس عالم 2002 تصفيات كاس عالم 2006 ما بفوتش ماتش للمنتخب بطولة افريقيا 2006 ماشي كلها ماشي حل في ستات بتروح تقعد في المقصور عادي ولاد صغيره بيروح عادي بس في جمهور بيروح يحضر يقعد في حتت معينه باعداد معينه ورا الجول بيبقى بيشجع بس الجمهور ده ما بقاش موجود وده بيديني دفعه قويه لقدام. احنا لما سافرت رحت فاينل الكاميرون ماتش مصر والسنغال في الكاميرون احنا رايحين في ناس كتير قوي راحت انا رحت ماتش الجابون وماتش الكاميرون ايوه ماتش الجابون ما كانش فيه حد يعني الجمهور كان قليل ان ماتش الكاميرون ماتش السنغال كان فيه ناس كتير قوي. الجابون احنا ما لعبناش الجابون لا فاينل الجابون فاينل الجابون فاينل الجابون لما خسرنا من الكاميرون 2-1 انت بتتكلم على ماتش الكاميرون في الكاميرون بقى التاني فلما ماتش الجابون في 2017 الجمهور كان قليل قوي انما فاينل 2021 فاينل السنه دي يعني كان في جمهور كتير بس احنا ما بطلناش تشجيع بس احنا مش محدش فينا بيعرف ان هو ينسق التشجيع ليه اصول فما نعرفش ان احنا ننسق نفسنا عشان كلنا نشجع نفس التشجيع في نفس الوقت لا بنعرف نعمل ده بره ولا بنعرف نعمل ده جوه في استاد القاهره. الناس حاولت انا متاكد الناس اللي راحت كانت نفسها تشجع ورايحه تشجع بس هم مش مهيئين ان هم ينظموا نفسهم. هل في رابطه تشجيع للمنتخب رابطه تشجيع للانديه تبدا انها لازم نشجع انت شفت ولعلمك موضوع الجمهور ده ليه نقطتين نقطه انه بيخسرك قوه كبيره تساعد اللعيبه ونقطه انه بدا يطلع عندك نوعيه لعيبه بتتكسر تحت الضغط يعني من امتى وانا اروح السنغال الاقي 50-60 ألف متفرج اللعيبه تخاف من امتى احنا ما عندناش شمال افريقيا حاجه تانية ديربي الماتشات الجزائر تيجي عندنا ماتش صعب اروح عندهم ماتش صعب انما بلعب السنغال في السنغال ولا بلعب الكاميرون في الكاميرون من امتى واحنا بنتهز واسيب الكوره واخاف وركبي تعمل كده لا عشان نوعيه اللعيب اللي طالع من البطوله اللي ما فيهاش جمهور بقالها سنين هو عامل كده ده نوعيه جديده من اللعيب. هتيجي تتفرج على ماتشات كاس العالم هتسافر هتحضر ماتشات انا عارف ان الموضوع بالنسبه لك صعب هاجي اشجع منتخب قطر ضد منتخب السنغال هجيب لك من الاخر انا من نفسي بصراحه مش سالك عشان بس الموضوع يبقى واضح وطلعوا في مجموعه سالكه كده فيعني هي اتمنى ان شاء الله ان منتخب قطر يكسبهم ان شاء الله باذن الله اتمنى المنتخب القطري ان شاء الله باذن الله يعمل حاجه كويسه المنتخب السعودي ومنتخب التونسي منتخب السعودي ومنتخب التونسي ومنتخب المغربي ومنتخبات العربيه كلها ان شاء الله باذن الله يعني تتالق انت كل اللي جاي في بالك السنغال دي ازاي تخرج انا مش شايف بشكل صعب. عايز اقول لكم على حاجه احنا قاعدين والله العظيم قاعدين انا وصعب ندعي تتحط في المجموعه كانت المجموعه كانت بتاعه المانيا صح المانيا واسبانيا صح المانيا واسبانيا تحشروا في النص كده ما بينهم ما يعرفوش يطلعوا لكنه يلا نصيبهم بس ان شاء الله باذن الله يعني الواحد بس مش عايز يقاطع يمكن زي ما الاستاذ جمال علام كان بيتكلم انه الملف ان شاء الله باذن الله يحصل فيه درجات تقاضي ودرجات تصاعديه للامام. نصيحة انا بشكرك شكرا جزيلا انت شرفتنا ونورتنا وكالعاده صديقي العزيز ومتالق شكرا ابراهيم والله وكانت حاجه سريعه كده بس انا ببسط دايما لما اقعد معاك وانت هايل يعني بتقول اللي جوانا يا مان من الناس القليله اللي بتقول اللي جوانا في التلفزيون ربنا يخليك يا رب تسلم. دي كانت حلقتنا النهارده انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا بشكر فريق العمل بالكامل هنا في الدوحه الحقيقه على تعاونهم معانا بشكر فريق العمل بالكامل اللي في مصر عشان نظهر لحضراتكم النهارده في حلقه خاصه ولا يفوتني ان اشكر اللجنه العليا للمشاريع والارث المسؤوله عن تنظيم بطوله كاس العالم 2022 هنا في قطر الحقيقه على حسن الاستقبال
وعلى جودة كل شيء. احنا شفناه تنظيم مميز جدا جدا للقرعة، تنظيم مميز لكل شيء. بتمنى ان شاء الله بإذن الله التوفيق لقطر في الفترة اللي جاية في تنظيم كاس العالم، وان شاء الله بإذن الله يعملوا حاجة كبيرة تليق بالوطن العربي. حلقتنا خلصت، ونشوفكم بكرة ان شاء الله بإذن الله في نفس الميعاد. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا يا رب وعلى اهلينا في مصر وعلى الوطن العربي. سلام عليكم.